الرياض، وهو لقاضم لقاءات لجنة الذكاء الاصطناعي في غرفة الرياض. ورحب يعني بالضيفين الكريمين وأشكرهم صراحة على قبول الدعوة، الدكتور بندر السلمي وكذلك المهندس إبراهيم الشهراني. ما شاء الله تبارك الله، كل واحد يعني عنده يعني خبرة يعني ما شاء الله تبارك الله في السايبر سيكوريتي، وتقاطعها بشكل كبير مع الذكاء الاصطناعي. فالإخوان إن شاء الله تعالى راح نبدأ يعني بعرضين قصيرة إن شاء الله 20 دقيقة. بس أول شيء راح أعرف بالضيوف الكرام يعني بسرعة. الدكتور بندر السلمي هو مستشار في علم البيانات وتطوير وتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الإلكترونية والأبن السبراني. يعمل حاليا كمستشار لقيادة التحول الرقمي المبني على علم البيانات والتعلم الآلي للتطبيقات، ويشرف على تطوير وتنفيذ استراتيجية تفعيل الذكاء الاصطناعي للجهات في القطاع الخام العام والخاص. حاصل على درجة دكتوراه في علوم الحاسب تخصص تعلم الآلة والأمن السبراني من جامعة دريكسل في أمريكا، وكذلك حاصل على شهادة تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي واستراتيجية البيانات من جامعة MIT وجامعة بيركلي في كاليفورنيا. ما شاء الله خلال دراسته أيضا في أمريكا عمل في عدة معامل أبحاث وشركات لبناء وتطوير أنظمة وحلول سبرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. المهندس إبراهيم الشهراني بعرف فيه الآن يعني ونذكر فيك بعدين، بكالوريوس كذلك هندسة حاسب عالي، ماجستير في الأمن السبراني وماجستير إدارة الأعمال، عمل في عدة مناصب في القطاعات الحكومية والخاصة مثل شركة الإلكترونيات المتقدمة، الهيئة الوطنية للأمن السبراني، وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي، وحاليا يشغل منصب الرئيس التنفيذي للأمن السبراني وحماية الخصوصية في شركة هواوي، ويقود فريق الأمن السبراني في مشاريع الشركة، ويشمل الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من الاتصالات وغيرها من المشاريع. فما شاء الله تبارك الله، أنا متأكد هذا مختصر نقاط عن الضيفين الكريمين، ويعني بإذن الله راح يكون يعني إضافة كبيرة جدا يعني، وأنا صراحة شرفت يعني بالتعرف عليهم يعني. فنبدأ إن شاء الله تعالى مع الدكتور بندر أولا يعني مع بالعرض، وبعدها ننتقل لعرض المهندس إبراهيم، وبعد العرضين يعني نبدأ إن شاء الله تعالى بالنقاش طرح المحاور واستقبال الأسئلة بإذن الله تعالى. تفضل يا دكتور بندر. طيب إذا تسمح لي بس أشارك العرض معكم إن شاء الله. أي نعم، تفضل تفضل. طيب أنا أول شيء أحييك، أشكر الغرفة التجارية واللجنة لجنة الذكاء الصناعي ممثلة بالدكتور خالد، وأحيي زميلي أخي زميلي رئيس التنفيذي للأمن السبراني شركة هواي المهندس إبراهيم الشمراني، وإن شاء الله يكون لقاء ملتقى مثير مفيد للجميع. أنا ببدأ إن شاء الله بتكلم على الحلول وتحديات الذكاء الصناعي في الأمن السبراني من جهة أكاديمية ومن جهة عملية، وإن شاء الله أنا أتوقع أن المهندس إبراهيم راح يشاركنا إن شاء الله آراء من جهة الأعمال أو من جهة أخرى مفيدة. فأول شيء يعني ما يخفى على الجميع قيمة يعني الحاجة الملحة الآن للتحول الرقمي للجهات القطاع العام والقطاع الخاص لتبني مفهوم التحول الرقمي وتفعيله على جميع الأصعدة. تقريبا 55 في استطلاع يعني عمل السنة اللي فاتت 55% من أغلب الشركات يعني حددوا أن أكبر عائق عندهم أو أكبر تحدي هو تفعيل تفعيل الأمن السبراني في عملية التحول الرقمي والتأكد من صحتها. وتقريبا في تقرير عمل 2020 أن جميع الشركات اللي نجحت في عملية التحول الرقمي كان الأمن السبراني من أهم الأهداف في عملية التحول. فعند لما تقوم الجهة سواء كانت حكومية أو قطاع خاص بعملية التحول الرقمي، هذا معناه أن راح يكون هناك آلاف الأجهزة أو عشرات الآلاف من الأجهزة المتصلة، راح تكون جميع أنظمتها الحيوية
متصلة بالشبكة وتحول إلى رقمية، وهذا راح ينتج عليه ينتج منه سجلات كبيرة وهي سجلات الوصول، بمعنى أن جميع تعاملات الأفراد والأجهزة في الشبكة راح يكون لها سجلات نحن نسميها الأكسس لوجز، وبالتالي يجب على المختصين في أمن المعلومات أنه التدقيق هذه السجلات والتأكد من أن جميع الأنظمة لا يوجد هناك أي اختراق للأنظمة أو يوجد هناك أي مشكلة من ناحية توفير الأنظمة للمستهدفين. ولكن أكبر التحديات أن حتى الشركات الصغيرة أو نقول مثلاً الصغيرة المتوسطة يعني تنتج كمية هائلة من السجلات بشكل يومي، بحيث أن حتى المختصين ما عندهم القدرة يعني أن المراجعة جميع السجلات بشكل يومي، فهناك حاجة إلى أنظمة وأنظمة كمان أيضا ذكية أنها تراجع جميع السجلات وتتأكد من سلامتها وتتأكد من سلامة الوصول. وبسبب توفر الأجهزة المتصلة، كثرة الأجهزة المتصلة والأنظمة الرقمية، أصبح هناك أصبحت هدف سهل للاختراقات والهجمات الفردية أو المتطورة. مثلا في فرنسا عدد الهجمات السايبر سيكوريتي تضاعف بثلاث أضعاف منذ يعني انتشار بدء فيروس كورونا. فهناك حاجة ملحة لتفعيل البيانات وتفعيل هذه السجلات بحيث أن يتم استفادة منها في بناء أنظمة ذكية ولحماية البيئة الرقمية لأي منظومة. ففي البداية يجب استفادة من جميع أنواع البيانات أو السجلات الوصول ومن جميع المصادر، سواء كانت مصادر من التطبيقات أو مصادر من التطبيقات أو المتصلة أو من الأفراد أو من الأجهزة الشبكية. بعدها يقوم الخبراء بفهرسة هذه البيانات وإضافة معلومات تزيد من قيمتها وتزيد من فائدتها للمنظومة، وبعدها يقومون بإجراء تحليل لها وبناء الأنظمة الذكية بحيث أن تستفيد من البيانات التاريخية في محاولة التنبؤ الهجمات المستقبلية أو أي هجمات تكون راح تؤثر على المنظومة الرقمية. وبعدها بعد الاستفادة بعد الوصول لهذه الخطوة نروح إن شاء الله نقدر نروح للخطوة اللي بعدها اللي هي بناء أنظمة تستطيع الاستجابة بشكل أوتوماتيكلي بدون ما تحتاج تدخل بشري، بحيث أنها تسرع من عملية إيقاف المخاطر وتزيد من تقلل من تكاليف الاختراقات بشكل كبير في الجهات الرقمية اللي تستخدم التحول الرقمي. وهناك مجالات كثيرة نقدر يعني ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي، يعني في مجالات كثيرة في الأمن السبراني يمكننا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. فمنها أول شيء يمكن وهو كشف أي تهديدات اللي هي detecting new threats، سواء كانت تهديدات فردية أو كانت تهديدات عن طريق فيروسات تنتشر عن طريق الشبكات. وهناك يعني أنظمة كثيرة بتعليم الآلة نستطيع أن استخدامها لاكتشاف المخاطر والتنبؤ بالمخاطر الحديثة أو الجديدة بحيث يمكن إيقافها. المجال الثاني اللي هو محاربة روبوتات الإنترنت أو نسميها إحنا الباتنت، وهي من أكثر التحديات التي تواجه الأنظمة التي تعتمد على الكلاود كومبيوتينج أو الحوسبة السحابية، ومن أكثر الأنظمة اللي هي نسميها الكوماند اند كنترول. فهذه أنظمة هي يتم التحكم فيها من خلال شخص واحد وتقوم بعمليات هجوم واسعة وتؤثر على أنظمة كثيرة من بشكل سريع. فهناك أنظمة كثيرة نقدر استخدام الذكاء الاصطناعي بحيث أن نستطيع اكتشاف الباتنت وقت الإصابة ونستطيع اكتشافها وقت انتشارها أو وقت استخدامها.
وأيضا نستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي في حماية الأجهزة المتصلة من أجهزة جوالات أو أجهزة كمبيوتر أو خدمات طرفية متصلة بالشبكة. وهناك أنظمة كثيرة يمكن تنصيبها على الأجهزة أنظمة ذكية بحيث أن تكتشف أي محاولة اتصال غير ما هو not authorized. وكمان نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي أو الخوارزميات في كشف التسلل، هي عملية الاختراق الخفية اللي يحاول اللي يقوم بها أشخاص متخصصين لاختراق أنظمة حيوية أو أنظمة مهمة في البنوك أو أنظمة أو في الأنظمة التجارية. مجالات الذكاء الاصطناعي كثيرة، يعني لا أنا بس غطيت بعض المجالات، لكن الأنظمة يعني المجالات منها مثلا استخدام المشين ليرنينج التعلم الآلة في بناء أنظمة فيروسات جديدة، وهذا كان جزء من بحث الدكتوراه عندي، لأن البرامج الحماية وصلت إلى حد لا تستطيع أن تتواكب مع كمية الفيروسات الجديدة. فالآن في حاجة ملحة لاستخدام أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحيث أنها تحلل سلوك الفيروسات وتبني قواعد بيانات بناء على السلوك. وهناك أيضا ومن أكثر الأنظمة تستخدم الذكاء الاصطناعي اللي هي الكشف عن الغش المالي والتجاري في البنوك والأنظمة التجارة الإلكترونية. وهناك أنظمة كثيرة منها، يمكن أكثر نظام منتشر من اللي هو منع البريد الضار أو اللي نقول سبام أند فيشينج أتاكس، تستهدف عملاء وتستهدف الموظفين في أي منظومة. صحيح. فلتفعيل الذكاء الاصطناعي في مجال أمن المعلومات أو نقول استراتيجية الذكاء الصناعي، في عدة خطوات يجب أن تقوم بها أي جهة تحتاج أن تستخدم الذكاء الصناعي لدعم منظومتها في الأمن السبراني. أول شيء هو إنشاء منصة بيانات متكاملة بحيث أنها تجمع جميع البيانات وتقوم بتحليلها وتقوم بفرزها وتضيف لها معلومات بحيث أنها تكون هناك قاعدة بيانات جودتها عالية وموثوقة لجميع ما يحدث في المنظمة. بعدين الخطوة اللي بعدها مراجعة جميع الحالات الموجودة واختيار بعض اللي هو نسميها البيزنس كيسز اللي لها أهمية عالية ولها تأثير عالي على منظومة البيئة الرقمية. بعدها بعد نخلص يعني بعد ما ننتهي من الخطوتين هذه ندخل في الخطوة الثالثة اللي هي بناء منظومة أمان وأتمتة واستجابة سريعة بحيث أن عند وجود البيانات وعند وجود المختصين تستطيع الأنظمة هذه أنها تمنع الاختراق وقت حدوثه بحيث أنها تقلل من الجهد وتقلل من التكلفة. والخطوة الرابعة اللي هي تفعيل دور الخبراء والمحللين بحيث أنهم يزيدون من فائدة الأنظمة هذه، لأن الأنظمة تتعلم من البيانات ومن رأي الخبراء في المجال هذا الأمن السبراني بحيث أنه يحددون ما هو يعني هل الأحداث الموجودة الآن حاليا هي أحداث عادية أو أن أحداث يعني عبارة اختراقات يجب التنبؤ فيها بالصدق. وفي النهاية عند بناء هذه المنظمة كاملة نأتي إلى الخطوة الخامسة اللي هي منظومة كاملة لإدارة البيانات والتأكد من جودتها على المدى البعيد، وكمان إدارة الأنظمة الذكية بحيث أنها دائما تعمل بفاعلية عالية. فعند تفعيل مو كل الجهات تنجح في تنفيذ هذه الخطوات لأسباب كثيرة، منها أسباب مادية، أحيانا أسباب تقنية، أو أن يعني في ثلاثة أسباب اللي هي إما تكون من الريسورسز ما في موارد لتفعيل الذكاء الاصطناعي في الأمن السبراني، أحيانا استخدام البيانات يعني ثقافة استخدام البيانات ما هي موجودة في المنظمة، وأحيانا
تكون خبرة أشخاص نقل الجهة وتفعيل الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى يعني دعم. فعند تفعيل الذكاء الاصطناعي في الجهة هناك أكثر من تحديات موجودة. أول تحدي اللي هو نمذجة الشبكات في الجهة، سواء كانت الشبكات والبيئة الحوسبية، لأن الشبكات هذه هي شبكات تتغير والأنظمة تتغير من على شكل دوري، فنمذجتها وبناء أنظمة تراقبها يحتاج إلى جهد ووقت. وكمان اللي هو تطور وتقدم الهجمات السبرانية، فالهجمات دائما تتطور بشكل يعني تسارع. وهناك أيضا تحدي اللي هو دعم وجودة ووثوقية البيانات، بحيث أن من أكبر أسباب فشل الأنظمة الذكية اللي هو عدم جودة وموثوقية البيانات المبنية عليها. والتحدي الرابع اللي هو الحفاظ على الخصوصية. السبب أن جمع البيانات وتفصيلها ودراستها قد يقلل من أو قد يسبب مشكلة في خصوصية المستخدمين أو المنظمة نفسها. فهناك مشكلة في الحفاظ على خصوصية العملاء داخل المنظمة وخارجها. وأيضا اكتشاف التهديدات النادرة، يعني رغم أن الهدف من الأنظمة الذكية أنها تتنبأ بالأحداث المستقبلية، إلا أن بعض التهديدات النادرة لا يوجد لها أي مثال في البيانات أو يوجد لها أي أمثلة سابقة، وبالتالي من الصعب التنبؤ بها قبل حدوثها. وآخر عاملين اللي هو تقليل معدل الخطأ، لأن الأنظمة هذه تعمل على تقوم بتحليل مئات الملايين من الأحداث بشكل يومي، فتقليل معدل الخطأ راح يزيد من فعاليتها ويزيد من ثقة الجهة. آخر شيء اللي هو وهذه من الأحداث وهذه من التحديات الحديثة اللي جاءت مع تفعيل الذكاء الاصطناعي في الجهات الرقمية، اللي هو تقليل ودعم الأنظمة الذكية وتقليل التهديدات التي تستهدف الأنظمة الذكية. فعندنا في الأنظمة الذكية عندنا ثلاثة أنواع من الطبقات: طبقة البيانات، طبقة النماذج الذكية، وطبقة الخوارزمية الذكية. فهناك بعض الهجمات تستهدف البيانات التي يتم جمعها وتصنيفها لبناء الأنظمة، وهناك مثل هجمات تسمى بهجمات تسميم البيانات، بحيث أنها إحنا نحاول نغير في البيانات بشكل تدريجي، بحيث أن النظام والجهة ما تكتشف التغيير قبل حدوث الهجوم. وبعض الهجمات تستهدف الأنظمة الذكية، نفس معنى أن في هجمات تحاول تستخرج بيانات قيمة من الأنظمة نفسها وتحاول اللي احنا نسميها بالهندسة العكسية، بحيث أنها تستخرج بيانات قيمة وتحاول تهاجمها بطريقة أن لا تستطيع الأنظمة هذه اكتشافها. والهجمات الأخيرة تستخدم الخوارزميات الذكية، وهناك بعض الخوارزميات مهما كانت يعني ذكاء الخوارزميات إلا أن هناك حدود لها، وحدود يجب تلافيها ومحاولة إصلاحها ومراقبتها. فهناك هجمات تستهدف الخوارزميات الذكية. فالاتجاهات الذكاء الاصطناعي في الأمن السبراني بشكل عام حالياً اللي هي دعم الأنظمة الذكية بحيث أنها تعتمد بشكل أقل على خبراء الأمن السبراني. لا يمكن أن بناء أنظمة ذكية لا تعتمد تماماً على خبرات الخبراء، لكن تقليل الاعتماد عليهم وزيادة الذكاء الأنظمة هذا اتجاه. الاتجاه الثاني أن بناء أنظمة تحتاج بيانات أقل، بحيث أن إحنا نقدر نبنيها بجهد أقل من الجهد الحالي، وزيادة دقة البيانات هذه مع زيادة الخصوصية ودعم الخصوصية للفرد، بحيث أن نبني أنظمة تعمل على بيانات
لها خصوصية عالية بحيث أن لا يتم انتهاك خصوصية المستخدمين أو الموظفين. وهناك اتجاهات اللي وبالتالي تم زيادة الدعم يعني من ناحية الدول، هناك دول مثلا مثل كندا ودول أمريكا زادت ميزانيتها خلال 3 سنوات إلى الضعف في دعم الذكاء الاصطناعي في الأمن السبراني بحيث أنها تواجه الكم الهائل من البيانات الموجودة وتحاول تتوافق مع التحول الحالي مع الأمن التحول الرقمي، خصوصا مع تحول جميع الأنظمة الآن مع بسبب فيروس كورونا إلى العمل عن بعد، فجميع الأنظمة الآن بدأت تتصل بالشبكة الإنترنت وتحتاج إلى أنها تكون تعمل بجودة عالية وتحفظ بيانات المستخدمين وبيانات الأنظمة من الاختراقات أو من أي هجمات قد تؤثر على سير العمل. وهذا كل اللي عندي إن شاء الله. الله يعطيك العافية دكتور، الله يحفظك يا رب، ما شاء الله تبارك الله، بالعكس تسلسل جيد الأفكار ومعلومات يعني ما شاء الله تبارك الله. يعني نستمع الحين للمهندس إبراهيم الشهراني لإكمال يعني إن شاء الله تعالى الفلو حق اللقاء، وبعدها إن شاء الله بنطرح بعض المحاور يعني أنا متأكد راح تغطون معظمها الآن في العرض، لكن نستمع المهندس إبراهيم الآن وبعدها المحاور إن شاء الله. تفضل المهندس إبراهيم. تفضل. حياك الله دكتور خالد، وشاكر لك الله يحفظك الدعوة، وشاكر كذلك غرفة الرياض ممثلة في لجنة الذكاء الاصطناعي. فقط تصحيح بسيط، إبراهيم الشمراني هذا الاسم. فيما يتعلق بالموضوع هذا طبعا هو جدا مهم، ويمكن بحاول التحدي اللي كنا احنا نواجه فيه قضية انه يعني متوقع ان الحضور يكون لهم خلفيات مختلفة، فهذا صراحة يصعب احيانا على الملقي قضية انه هل يضعوا يعني يغطي حاجة الشخص المتقدم ام الشخص المبتدئ. فانا بحاول ان شاء الله اني اخذها بداية واطلع وان شاء الله نوفق الموضوع. دكتور بندر طبعا تعرض لأشياء كثيرة فيما يتعلق بموضوع هذا، وسيكون حديثي إكمال لما ذكر. أنا حقيقة أرى الذكاء الاصطناعي يعني وقضية الاستعدادات الإنجليزية، طبعا راح يكون الحديث معظمه بالعربي فلمن لا يجيد اللغة الإنجليزية. زي ما تشوفون أنا ذاكر من قضية أن الذكاء الاصطناعي هو ممكن للأمن الإلكتروني إذا نظرنا بالطريقة هذه. لو حبينا ننظر إلى قضية إنه كيف يعني الشركات أو الجهات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي ابتداءً، ف يعني في إحصائية عملت على بريطانيا تتكلم عن إنه 47% يعتقدون إنه الذكاء الاصطناعي هو طريقة لنجاح يعني الشركات ومنظماتهم، حيث إن يعني هي عامل أساسي لقضية نجاحهم. هناك 23% يعني يرون أنه ما هم متأكدين من قضية كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يعني يساعدهم في قضية تحقيق نجاح لجهاتهم، و 3% يرون أنه يعني مجرد يعني ترند أو شيء وممكن يختفي. فالأغلبية ترى أنه الذكاء الاصطناعي هو ممكن الأعمال وراح يكون سبب النجاح. لو عندما سألوا نفس الأشخاص عن قضية وش خططهم في قضية الفترة القادمة، وجد أنه يعني 34% منهم قالوا أنهم يعني راح يدرجون الذكاء الاصطناعي في كل يعني جانب من أعمالهم وفي كل قضية يمكن تطبيقها. 56 كانوا يقولون أنه راح تكون عندهم يعني مبادرات محددة في قضية الذكاء الاصطناعي. نأخذ يعني الرسالة الأساسية من الموضوع هذا أنه هو مستقبل. كثير من القطاعات التقليدية راح تعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل أو آخر، وراح يكون هو شيء يعني يجعل عندك قيمة مختلفة عن بقية المنافسين لك في القطاع. طيب، هذا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. حينما سأل أيضا، وهذا في دراسة البي دبليو سي اللي هي يعني شركة الاستشارات معروفة، عن ماذا يرى الرؤساء التنفيذيين اللي هم رأس المنظمة، ماذا يرون كتحدي لهم، يعني أكبر التحديات لهم في السنة هذه اللي هي إحنا فيها 2022. كان على رأس القائمة بنسبة 49% يرون أنه الهجمات الإلكترونية أو المخاطر السبرانية هي رقم واحد. يعني تخيلوا معي أنه هذا يعتبرونه فوق المخاطر الصحية،
فوق المخاطر الاقتصادية، فوق المخاطر السياسية. الأمن السبراني هو رقم واحد بالنسبة لهم. امتداد للشريحة اللي تذكرنا فيها قبل، الآن بان لنا أنه الذكاء الاصطناعي هو شيء الشركات ترى أنه جدا مهم وأنه هو المستقبل، وهم في نفس الوقت يرون أنه أكبر تحدي لهم هو الأمن السبراني. فكيف راح ندمج الثنتين هذه ونتكلم عنها؟ أنا أفترض أنه تقريبا الأغلبية ممكن يعرفون في المقصود لما نتكلم بالأمن السبراني أو نتكلم بالذكاء الاصطناعي، لكن ما يمنع أن نعرج عليهم بشكل سريع. الأمن السبراني يعني بحماية الأصول الرقمية للمنظمات من ثلاثة أوجه، اللي هي قضية يتأكد أنه ما يصير لها تعطيل، اللي هي نسميها بالأبيلابيليتي، أنها متواجدة. يعني إذا حسابك في البنك تقدر تصل بأي وقت، ما تطفى خدماته بسبب هجمة إلكترونية. الجانب الثاني اللي هي الكونفيدنشاليتي أو حماية البيانات الموجودة بحساباتك البنكية على سبيل المثال، ما المفترض يطلع عليها شخص غيرك أنت أو شخص غير مخول. هذا هو الجانب الثاني اللي احنا نحاول نحميه في الأمن الإلكتروني. الجانب الثالث اللي هي قضية الانتجريتي أو موثوقية البيانات، وهذا نقصد فيه نحن اللي هو قضية أنه نرجع لمثال الحساب البنكي، أنه ما المفترض الرقم اللي في الحساب البنكي يتغير. أوكي، فهي ثلاث جوانب، هذا ما يتعلق بالأمن السبراني. حينما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فإحنا نتكلم عن قضية برنامج طبقات الخوارزميات هو تفاعل، يعني ما هو مجرد برنامج ستاتيك، والأهم خاصية فيه أنه يتعلم بنفسه، إما عن طريق استخدام الخبرات السابقة أو عن طريق إيجاد يعني الباتر المشتقات في المعينة أو التناسقات في قضية الديتا. طبعاً يعني هذا مجمل تعريف، ممكن يدخل فيه أشياء كثيرة وفي بعض الناس يرون له تعريفات مختلفة، لكن غير مختص ممكن نقول هو برنامج يتعلم بذاته ثم يبدأ بعدة إجراءات. هذا فيما يتعلق إذا يعني الشخص غير مختص، نحن نتكلم عن جانبين. كيف الجانبين هذه اللي كلنا رأينا من السلايدات اللي قبل أنها كلها مهمة وكلها يرون أنها مستقبل، كيف ممكن تتفاعل مع بعض؟ التفاعل الأول أو يعني التقاطع بينهم، الجانب الأول اللي هو أن الأمن السبراني يجب أن يستخدم في قضية تأمين الذكاء الاصطناعي. فحين يعني برمجة الذكاء الاصطناعي وبناؤه، فيجب أن نتأكد أنه طرق عمل بطريقة سليمة بحيث يضمن أنه عمله واستمراريته وموثوقيته موجودة. وهذا يطلق عليه عدة أسماء الآن يعني علمية، زي ما ذكرت الآن هو يتكلم عن قضية استخدام الأمن السبراني في قضية حماية الذكاء الاصطناعي، يطلق عليه Secure AI, AI Safety, AI Security, Trustworthy AI. هذه المصطلحات اللي ممكن حتى لو بحثت عنها في جوجل ممكن تعطيك يعني نتائج عن الموضوع هذا. التفاعل الثاني اللي هو العكس، وهو فيما يتعلق بقضية يعني معظم حوارنا اليوم، اللي هو قضية عن قضية كيف استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الأمن السبراني، وكيف أن احنا يعني نزيد حماية المنظمات ونحقق أهداف الأمن السبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي. راح يكون حديثنا وتركيزنا زي ما ذكرت على الجانب هذا. طيب كيف يرونه برضو يعني المختصين في الأعمال، كيف يرون هذا؟ في دراسة أيضا عملت، 75% من التنفيذيين في الشركات كانوا يرون أنه الذكاء الاصطناعي راح يساهم في قضية تسريع الاستجابة للحوادث الأمن السبراني، وهذه نسبة لا يستهان بها تقريبا 3 من كل 4. وهناك أيضا 69% كانوا يقولون أنه الذكاء الاصطناعي راح يكون ضروري للتصدي للحوادث في المستقبل، وهذا قد يكون يعني بسبب تعقيد الهجمات، بسبب تعقيد البيانات اللي يجب يطلع عليها، وبسبب أيضا أن المهاجمين صاروا يستخدمون الذكاء الاصطناعي أيضا في أدواتهم. طيب يمكن نعرج شوي على موضوع الذكاء الاصطناعي، لكن فهمنا الآن وش هو، ممكن يجي على يعني برضو أفكار بسيطة بدون تعمق في الموضوع هذا، على قضية أنه الذكاء الاصطناعي ليس شيء واحد، إنما هو عدة مراحل يتدرج فيها التنفيذ. الأمر الأول فيما يتعلق يعني تشوفون على اليسار هنا ما يتعلق بالمستويات، إذا صعدنا إلى الأعلى زاد يعني زي ما نقول نضج النظام وزادت التعقيدات. الأمر الأول ينطلق من الداتا أناليسيس اللي هو يحلل البيانات، بعدها اللي هي الدياجنوسيس إكسمينيشن، وبعدها الكونديشنال بريدكتيف أناليسيس، وبعدها هاي أوتوميشن أسيست ديسيجن، بعدها الفول أوتوميشن ديسيجن. لو ضربنا مثال ما هو في الأمن السبراني لكن نبسطها للشخص العادي، لقضية أنه في المرحلة الأولى خلينا نقول شخص ذهب إلى المستشفى، فبالنظر إلى سجله
الطبي السابق تستطيع انه تعمل تحليلات معينه انه والله كل موسم شتاء مثلا يصاب ببرد. ربطتها ان ايضا اشياء ممكن ما ينتبه لها الطبيب والممرض العادي في قضيه انه يرتبط مثلا مع قضيه قدومه من سفر معين. فهي تحليل يتجاوز التحليل العادي من الشخص، لكنه ما زال في رؤيه يعني معلومات الماضيه. نصعد من هذا الى الدايجنوسيس. ممكن انه مجرد ما ياتي الانسان الى المستشفى مثلا يصل الى قضيه انه ممكن يشخص حالته في قضيه انه والله مصاب مثلا باعراض برد، مصاب مثلا بامراض اخرى. هذا ما يتعلق بالمستوى الثاني. نطلع الى قضيه المستوى الثالث في قضيه انه يصير فيه بريدكتيف اناليسيس اللي هو التحليل الاستباقي، انه بنسبه مثلا 80% ان الشخص هذا راح يعود الزياره خلال 4 أشهر من الان بسبب اصابته مثلا ب نزلت برد اخرى مثلا. فصار احنا ما صرنا ننظر للسابق ولا ننظر للمستقبل. اللي بعدها ينظر الى قضيه الاوتوميشن، انه والله جزء كبير من التشخيص اللي صاير وكذا ما صار يصير عن طريق الانسان نفسه، انما صار ينفذ عن طريق الاله نفسها. وفي الاخير طبعا انه ما يحتاج تذهب الى طبيب المرحله الخامسه، انه خلاص انت ممكن تواجه يعني تذهب الى المستشفى مخصوصه اله اللي تشخص واله اللي تصرف لك الدواء بدون ان يكون هناك انسان في المرحلة هذه. هذه طبعاً لكي تنفذ لها عدة مراحل من قضية تعريف الذكاء، نتكلم على analytic intelligence, explanation intelligence, predictive analysis, وهاي automation intelligence إلى full automation intelligence. وهذه يعني غير المختص ما يحتاج يدخل فيها، هي عبرت عنها بقضية liberal definition. طيب ليش أطرح الموضوع هذا؟ على أساس نعرف إحنا وش نتوقع من الذكاء الصناعي. في جزء كبير من يعني من الناس اللي يصير بيني وبينهم نقاش على قضية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني بالأخص، يقعون بين حاجزين. الأول أنه ما يفهم أو يصعب عليه قضية توقع ماذا يقدم له الأمن السيبراني. الجانب الثاني أحياناً قد يكون متفائل جداً الجانب الأول ما يعرف ماذا يستخدم له الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني. الجانب الآخر قد يكون أو الطرف الآخر راح يكون متفائل جداً ويتوقع أنه راح يحل كل المشاكل. المستويات هذه ربطتها أنا في اليمين بقضية أنه مش نتوقع، يمكن لما شرحناها الآن بالمثال الطبي هذا اتضحت الصورة. إنه في البداية في المستوى الأول إنه السؤال اللي هو يقول لك وش اللي صار، يعني يعطيك خبر وش اللي صار بناء على الداتا. وأنا أرجع أقول إنه الآلة يعني عندها قدرة على قضية ربط أشياء ما يستطيع الإنسان الشخص العادي هو ربطها، فهي راح تعطيك تحليلات وباترن ما كانت في البال. الأمر الثاني المستوى الثاني تصل إلى قضية إنك تسأل السؤال اللي تقول طيب ليش صار الموضوع هذا، مو فقط مجرد مثلا هو عودة على المثال الأول وجدنا انه والله كل ما سافر اصيب بزكمه، طيب السؤال ليش؟ هذه المرحله الثانيه. السؤال الثالث اللي هو what will happen، اللي هو ماذا سيحصل في المستقبل؟ وتوقعنا انه طيب انه زي ما ذكرنا انه خلال فتره معينه ممكن يعاود الزياره بسبب الاصابه بقضيه نزله برد فتبين له هذا. وزي ما ذكرنا المرحله الرابعه والخامسه على قضيه انه الانسان ما يصير يعني تداخله خفيف جدا في قضيه المعرفه. الجزء الأول والأمر الأخير إنه أصلاً ما تصير تمر في قضية تشخيص كل شيء بالنسبة. هذه زي ما ذكرت تطبيقاتها يعني شرحتها مثال بسيط، لكن تطبيقاتها نفس الشيء على قضية الأمن السيبراني، إنه ممكن وش الأشياء اللي صارت عندي في السابق، ممكن بعدها أنتقل إلى قضية طيب ليش صارت عندي حوادث معينة، طيب إيش توقعي للفترات القادمة، وفي الأخير إنه يصير عندك أتمتة لقضية التعامل مع الحوادث، بالإضافة إلى قضية في الأخير انه ممكن الانسان اللي يشتغل في المراقبه او اللي يشتغل في اي جزء من الامن السيبراني يصبح الاله تغطي بالكهرباء. طيب يعني وين يستخدم؟ اذا نظرت الى قضيه يعني في الشركات او في المنظمات وين يستخدم الامن السيبراني؟ استطيع ان ابسطها لك في قضيه يعني في حاله من حالتين اوكي، ولها علاقه بالسلايد اللي قبل في قضيه الماتشوريتي والصعود الاله. الأمر الأول اللي هو identify patterns in large data، اللي هو يعني التعرف على الحوادث اللي بينها ارتباطات معينة في البيانات الكبيرة. يعني هذا الجانب الأول وله تطبيقات ممكن نتكلم عنها. الجانب الآخر اللي هو قضية إنه يصل إلى قضية الأتمتة. على اليسار طبعاً هي أسهل ونجد كثير من التطبيقات الآن في السوق فيها. الأتمتة يعني في بعض التطبيقات فيها لكنها أقل كثير من قضية الجزء الأول. طيب هذا نموذج لبعض الـ يعني الانترستينج يعني يوز كيسز اللي أشوفها أنا في الماركت. الجانب الأول خلينا نتكلم عنه لقضية يعني إنه
التعرف على الحوادث وربط أحداث ما يستطيع الإنسان ربطها مع بعض. يعني ممكن إنه الإنسان اللي يشتغل على حوادث أو زي ما يعرفون الشركات ممكن والله يقفل التيكت اللي عنده أو الحادثة ويظن إن حادثة فردية. الآلة ممكن تكتشف إن هذه مربوطة بحادثة حصلت قبل سنتين وإنه نفس المهاجم هو نفس اللي دخل على المنظمة واستهدفها. الإنسان قد يصعب عليه، بل حتى في السنتين هذه قد يكون موقف يتغير وقد يكون البيانات ما هي كاملة بالنسبة للشخص نفسه ما يستطيع استيعابها. قد يكون هو نفس الشخص اللي عالج الحادثة قبل سنتين لكن ما استطاع ربطها. فالآلة أثبتت تقدم كبير في مجالها. الثاني في قضية الأتاك أتريبيوشن اللي هو يعني لحد ما محاولة معرفة من المهاجم اللي هاجم المنظمة، وهذه عن طريق يعني اللي هي محاولة معرفة الباترن اللي في الأكواد الموجودة. أثبتت الآن الدراسات الحديثة أنه حتى عن طريق بدون ما يكون عندك الكود المكتوب من المهاجم، طبعاً بالتأكيد ما هو عندك، لكن لو صار له ليكج أتكلم فإنه من السهل التعرف عليه. وأيضاً حتى لو ما صار أنه السورس كود ما هو عندك، أثبتت التجارب أنه عن طريق ديكومبايلر للباينري هذه أو الملفات فإنه تستطيع تحدد منها عن طريق أسمبلي لانجوج إلى قضية أنه تتعرف على المبرمج وتعرف أنه تعطيك موثوقية على قضية من المهاجم اللي هاجم، بل حتى من المبرمج اللي داخل المنظمة هذه هو اللي برمج. وعلى يعني وعلى غير ما يتوقع الإنسان أثبت يعني إنه ممكن تتعرف إلى قضية من المبرمج اللي كتب الكود حتى لو كان له استراكشر معين إلى نسبة عالية تصل إلى 80%. الأخيرة فيما يتعلق باليوزر بيهيفير، المنظمات يعني سواء من يعني منظمات صغيرة فيها عدد أفراد 5-6 أشخاص أو منظمات تصل إلى عشرات الآلاف، كل إنسان له يعني طبيعة تصرفاته. الآلة قد تساعدنا كثير في معرفة أي من هذه التصرفات هو غير طبيعي. أنا كشخص مثلاً أحضر الدوام ساعة فلانية، ثم عادة أطلع بريك قهوة في الوقت الفلاني، وبعدين يعني لي تصرفات معينة. قد تكون الآلة تعطينا إنه والله على غير المعتاد الشخص هذا سجل دخول من مكان فلاني، مع العلم إنه يعني سلوكه ما هو معتاد مع هذه. هذه الشخص المحلل العادي قد يصعب عليه، والداتا كبيرة وأنت تجمعها من آلاف السنسورز، ما هي فقط اللي هي من لوجين بالجهاز أو كذا، بل حتى الموفمنت يعني أو التحرك في المبنى أو حتى التعرف على صورته، يعني فيها أشياء كثيرة ممكن تجمعها وتسويها يعني تربطها في علاقة مع بعض كلش. فهذه أحد التطبيقات اللي أثبت نجاح كثير فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. طيب إلى ما يتعلق بالأوتوميشن، طبعاً أكيد أي واحد يعمل يعني مسبراني دائم الرغبة في الأوتوميشن أو في الأتمتة اللي هي قضية تصدي الحوادث، لأنه فيها سرعة كبيرة جداً وتساعد، والآلة يعني تضمن لك قضية أو الذكاء الاصطناعي يضمن لك إنه إنها تطبق بنفس الطريقة وبأن ما يكون فيها التحيزات اللي موجودة في العقل البشري. من أحياناً يعني يكون متعب اليوم من قبل، وقد يكون يعني مر بظروف ما تجعل النتيجة دائماً متماثلة، لكن الذكاء الاصطناعي يعني يطبقها بشكل أكثر كفاءة. الأمر الثاني قضية السوفتوير تيستينج، هذه معضلة كبيرة في قضية مراجعة الأكواد وتأكد من التطبيقات وأنها مكتوبة بطريقة آمنة، وتأخذ يعني أيام كثيرة من المختصين في الأمن السيبراني. الآن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قضية يعني تيستينج موجودة، بل وصل لحتى كتابة بعض الأكواد، لكن التطبيقات الموجودة في السوق الآن قد تكون يعني إلى نضج جيد في قضية ما يتعلق باختبارات وتوفير الوقت فيها. الأخيرة فيما يتعلق بال يعني حل مشكلة معضلة النقص بالكواد الأمن السبراني، وهذه يعني يوز كيس عامة فيما يتعلق بالقضية لما تحدد بالضبط وين الصعوبة عندك في قضية الموارد، تستطيع أنك أتمتة الأعمال اللي عندهم بطريقة يعني تحل مشكلة النقص الموجود عندك في الكفاءات. طيب طبعا هذا هو النموذج حق الذكاء الاصطناعي، والمختصين يمكن يعرفون، لكن بأمر عليه بشكل سريع إنه في وقت يعني تبدأ أنت بجمع البيانات وبعدين تدريبها ثم تنقل البيانات هذه إلى البيئة الحقيقية وتطبقها على بيانات حقيقية وترى ما هي النتائج. من واقع خبرة عملية على قضية وش أكبر التحديات اللي ممكن تواجه في هذا، الأمر الأول قضية جهوزية البيانات. يعني أنت ما قاعد تتعامل مع داتا مثل يعني خلينا نقول مثل مبيعات التجارة الإلكترونية اللي هي أصلاً داتا محفوظة وكل شيء موجودة والليبلينج أو التعليمات أو تصنيف البيانات هذا موجود بشكل جيد. هذه هجمات إلكترونية في الغالب إنه أصلاً هي تأتيك ناقصة، وفي الغالب أنك تحاول يعني تحفر الصخر حتى ما تجد الصورة كاملة على قضية الهجمات، فجاء
جاهزية البيانات في خبرتي يعني بسيطة في المجال هذا جدا جدا صعبة. الأمر الثاني قضية جهوزية الفريق. أنت هنا تحتاج مختصين هم يتقاطعون مع يعني علمين مختلفين أو دومين مختلف، وكلها خلينا نقول state of the art، يعني كلها شيء حديث نسبيا صح نقول هذا. فإذا كان عندك يعني نقص في قضية كوادر في العلم السبراني ما بالك بقضية الذكاء الاصطناعي، ما بالك بأشخاص قد يستطيع أن يتكلمون اللغتين كلها. الأمر الثالث قضية قياس والتأكد من قضية يعني النتائج اللي قاعد تحصل، لأنه في أشياء قد تثبت في أثناء التدريب أنها جيدة، لكن لما تنقل إلى يعني بيئة حقيقية شركة فيها يعني موظفين، هنا تبدأ أحيانا يعني من الصعب قياس النتائج والتأكد منها. واللي ينبني عليها القضية الأخيرة اللي هي يعني الثقة في النتائج. حقيقة أنا يعني رأيت إنه معظم المحاولات اللي عملت وكانت ب إحنا نسميه كلوز بوكس، اللي هو يعني شركة تجيك وتعطيك منتج وتقول لك والله ترى هذا بصير الحوادث الإلكترونية، حقا هذه أثبتت فشلها، لأنه يعني الأشخاص اللي عليهم مسؤولية إدارة الأمن الإلكتروني وتأكد منه في المنظمة نفسها ما أستطيع أن أثق شيء صنع برا أنا ما أعرف وش الأشياء اللي يصيدها وش الأشياء اللي ما يصيدها وش الأشياء اللي يعرفها وش الأشياء اللي ما يعرفها. فهذه صراحة أكبر تحدي، وهذه يعني أيضا من واقع خبرة استطعنا تجاوزها عن طريق أن يكون الفريق حق الذكاء الاصطناعي يعمل داخليا في المنظمة ويبني النماذج حقته ويختبرها على البيئة الحقيقية، ويعني يزيد الدقة حقتها لحد ما الأشخاص اللي يعملون في المراقبة أو شيء يثقون فيها ويتقبلونها. غير كذا يعني أرجع أقول أنها من جدا صعوبة يعني أني أثق في بيانات تقول لي هذا حادث أو تقول لي هذا لا تحتاج أن تقلق عنه وأنا ما أعرف ليش. طيب يمكن يعني إذا قلت ما راح أتكلم كثير عن هذا، لكنه ليس فقط مجرد استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السبراني، إنما إحنا نحتاج أيضا نتأكد من حماية الذكاء الاصطناعي نفسه، إنه ما نتأكد أن البيانات حقته مسممة بطريقة يعني غير صحيحة. ونتكلم هنا مسممة مو معناته إنه الأتاكر أو المهاجم وصل البيانات اللي عندك، لكن أنت إذا استخدمت سبام إيميل مثلا على سبيل المثال وجمعت الداتا من الإنترنت، هذا اللي يقول لك أخذت سامبل منها، قد تكون هذه البيانات أصلا بويزنينج أو مسممة بطريقة تلغي دقة حقة البرنامج. بغض النظر عن يعني التفاصيل هذه، كلها أقول إنه لكل منظمة تعمل على قضية تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأمن السبراني يجب أن يتأكدوا كذلك من حماية الذكاء الاصطناعي نفسه أثناء يعني تطويره وتشغيله. طيب يمكن الدكتور مندر أيضا عرف على قضية كيف نطبق هذا. الآن حضرت عرفت يعني إنه هذا هو الترند وهذا هو المستقبل رايح فيه، كيف ممكن أطبقها؟ أنا حاولت ألخصها في قضية أربع خطوات بسيطة، والدكتور مندر أيضا عرف على هذا وتكلم عن الجوانب يمكن أخف الحديث عنها. أنا بما يتعلق بالستيب الأول اللي هو identify what is the user of AI، وش نقصد في هذا؟ إنه لازم تعرف أنت وين تبي تطبقه. أوكي يعني هي cool ترند، بس إن لازم تعرف بالضبط وين تطبقها. فالأمر الأول إذا أنت تعمل في شركة هذا ليس مجهود فردي، لازم تعرف إنك لازم تأخذ يعني الإدارات الثانية المعنية وتتأكد إنه هذا هو شيء الجميع يريده والجميع سيتشارك فيه وسير النجاح منه. هذا الجانب. الجانب الثاني لازم تحدد وش المشكلة أو شو السؤال اللي أنت تبغى تحله. هل أنت تبغى تتأكد مثلا من قضية إغلاق الثغرات اللي هي البريمرتي يعني مانجمنت وكلوزنج لها؟ هل أنت تبغى تحل والله موضوع ديتكشن أو اصطياد الهجمات؟ هل أنت والله تبغى في موضوع سوفت وير؟ وطبعا هذا فقط هاي ليفل، تحتاج تنزل تحت في قضية تحديد المشكلة وتحدد بالضبط ايش تبغى تحل. الأمر الثاني أنه أوكي عرفنا وحنا نبغى ننطلق، لازم نعرف وش القدرات الموجودة عندنا في المنظمة اللي تقدر تخدمه المشروع، وش القدرات اللي احنا نحتاج نستعين بأشخاص قد يكونوا من خارج المنظمة يساعدوني في حل المشكلة هذه. فلا تبدأ المشروع هذا وانت تتوقع انه يعني شيء على جانب وما يحتاج خبر مختصين وراح تطلع نتائج. ان بديت كسايد بروجكت او برنامج فرعي تبغى تتعلم في لاب عندك في البيت، هذا مو حديث. انا اتكلم على قضية اذا انت في النهاية تبغى ان المنظمة تثق فيه وتطبق، اوكي لابد ان يكون انت عارف انك كل شيء موجود من البدايه مجهز له زي اي مشروع.
الأخير طبعًا اللي هو start small، أنت لازم يعني تبدأ بشكل صغير ويعني تدير توقعات الأطراف. يعني لا يعني الناس ممكن يسمعون أمس إبراهيم الذكاء الصناعي يتوقعون إنه هذا راح يحل معضلة التاريخ، ممكن في المستقبل، لكن اللي يقوله الآن لازم تعرف إيش السؤال اللي أنت بتسأله الناس اللي معك. في النهاية خلونا نبدأ نجرب كيف هذا ممكن يساعدنا ونبدأ على small scale. لما نيجي إلى قضية data collection والpreparation وأيضًا تكلم عنها دكتور بندر، اللي قاعد أقوله هنا أول شيء معضلة في الجهات اللي هي قضية لازم يعرف البيانات حقت وين اللي هو يحتاجها، هل موجودة والله في داتا سنتر الرئيسي بالشركة، هل موجودة على الكلاود أو الخدمة السحابية، هل هي والله موجودة على الثيرد بارتي، هل بعض الداتا اللي بيجيبها هو هي من أوبن سورس أوتسايد، هل هي انترنال هل اكسترنال، في لوت اوف كويستشن. ولا تتوقع انه بالسهوله انه مجرد الداتا جاهزة تنتظرك تبدا عليها، لا، جهد كبير راح يبذل على قضية الداتا، وراح يبذل على قضية getting access للداتا. لانه يعني لما تيجي على بعض البيانات اللي انت تحتاجها، على سبيل المثال زي ما ذكرنا قضية مثلا انه هل الشخص دخل المبنى الفلاني وكيف دخوله ومعتاده، قد يكون تدخل فيها تحفظات مثلا من يعني ادارات اخرى مثلا زي قضية البرايفسي انه لازم تكون بطريقه معينه، قد تكون اداره الموارد البشريه قاعد تقول لك انه والله البيانات هذه عندنا يعني ونحتاج نعرف ليش نحتاجها والكلام هذا كله. بس اللي يقولوا انه البيانات هذه كلها ممكن تجمع بطريقه، لكن فكر دائما في قضيه الاكسس، لا توقع انه البيانات جاهزه بطريقه تنتظرك تنطلق فيها. الامر الثالث قضيه يعني وتاي والكواليتي اللي هو مودرنايزيشن داتا اركتكتشر، انه اذا كان عندك الداتا هذه موجوده في اكثر مكان ليجاسي وكذا، قد تكون تحتاج على قضيه خاصه في السمول سكيل اللي ذكرناها والتجربه اللي بتسويها، انك يستركشر الداتا بطريقه جيده بحيث انها تساعدك at least to proof the value وتبين القيمه الموجوده في قضيه المشروع التشغيلي. الداتا يعني برضو ما راح اتكلم عنها كثير لانها مستندرايز على قضيه هاوي دو سوري اللي هي قضيه التريننج والاكسبيرمنت حق الاي اي. اللي بقول بس لما تسوي الديباج والانلايز، يعني لما تسوي التدريب وتشوف الريزلت النتائج حقته، تاكد انك مشرك الاداره المعنيه اللي بتصير تستخدمه، لانه جزء من قضيه موثوقيتهم بالنتائج انهم يطلعون عليها ويعطونك توجيهات هل هذا فعلا جالس يخدم النتائج حقتهم او لا. طبعا في الاخير اللي هي قضيه يعني نتحول هذا الى منتج الناس تتقبله، وارجع اقول انه الناس في يعني في الادارات او المستخدم النهائي او في ادارات الامن السبراني ما يبغاك تجيب له يعني خليني اقول لك نسخه مبدئيه اجتهاديه، انا احتاج يعني اذا تبغاني افرغ لك وقت واعمل معك لتطوير المنتج هذا، يجب ان يكون بطريقه يسهل علي عملي وشيء جاهز. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه على قضيه انه لو نختبره في يعني بيئه حتى في ناحيه الاوبريشن، لكن بيئه صغيره تضمن انه ما احنا نعرض الشركه كله الى تجارب. اوكي. الامر الثالث طبعا انه حتى لو تقبل وبدا يعمل، يجب ان يكون لديك مراقبه مستمره له عشان تتاكد من النتائج وانه يعني ما زال يحقق الاهداف حقته. هذه هي النقاط اللي بغيت اذكرها وحاولت انوجز فيها وطلت الدكتور خالد من معذره منك. الله يعطيك العافيه يا رب، شكرا جزيلا مهندس. بالعكس يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني تسلسل جدا جميل وتوضيح وتعقيب على بعض النقاط اللي ذكرها الدكتور بندر. فبالعكس ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافيه يا رب. انا قاعد اشوف الشات وكذا، يعني ودي الزملاء في الغرفه بس، لان كثير ما شاء الله مهتم بالظاهر اذا في شهاده او لا أو كذلك العروض، فلو تجاوبون عليهم يعني الزملاء في الغرفه كترتيب يا ريت تردون عليهم، يعني لان ما شاء الله فيها كذا شخص ارسل اكثر من مره. ماني شايف في أسئلة، لكن خليني أبدأ أنا ببعض المحاور اللي مسجلها. أكرر شكر لكم، لكن خوفتونا والله، يعني إحنا أول قلنا بس الذكاء الاصطناعي الحين بيصير زي العصا السحرية اللي بيحل مشاكل الأمن السبراني، طلعت المسألة مرة كبيرة، يعني لا في الاستخدام الصحيح ولا في كذلك التجهيز للبيانات مثل ما ذكرتوا. يعني ممكن ذكرتوا بعض الأمثلة، دكتور بندر ذكر في فرنسا يعني 3 أضعاف الهجمات زادت بس بعد الجائحة. المهندس إبراهيم ذكر موضوع أن يفترض يكون عندنا سكيور AI أصلاً قبل حتى الاعتماد عليه، يعني هذا من الأشياء المهمة.
فسؤالي لكم يعني ممكن ناخذ تعليق من كلا الضيفين يعني على موضوع اللي هو التحول الرقمي. يعني التحول الرقمي الآن يعني احنا الآن يعني انت ذكرتوه في ثنايا الحديث لكن ما يمنع ان الواحد يأكد عليه، سهل علينا شيء كثير صراحة، خاصة يعني عندنا الحمد لله في السعودية يعني صار الاعتماد على الخدمات الرقمية بشكل كبير، يعني وكل يوم نسمع جهات مختلفة تعلن عن خدمات يعني رقمية كثيرة. فسؤالي الآن، هل الخدمات هذه الرقمية هي نعم خدمتنا، لكن هل في ازدياد من ناحية الخطورة في موضوع الأمن السبراني وكذلك الهجمات عليها؟ هل زيادة الخدمات الرقمية مثلا تزيد أو خلينا نقول تزيد الاستهداف يعني هذه الخدمات بشكل أكبر؟ فودي أسمع تعليق يعني منكم على هالموضوعات. طيب بالنسبة للخدمات يعني التحول الرقمي ما في شيء يعني ما له مخاطر، إن عادة دائما نحاول يعني نتوسع بالإيجابيات ونقلل من السلبيات. فتحول الأنظمة إلى أنظمة رقمية تعتمد على الكلاود كومبيوتينج وتعتمد على الإنترنت له مخاطر، إن الأنظمة هذه صارت يمكن الاتصال فيها من أي مكان في العالم. لكن في أنظمة سواء كانت في الدول خصوصاً يعني من ناحية البيانات وتشفيرها والتواصل في الشبكات والأنظمة اللي تتصل فيها، فهناك منظومة كاملة إلى اللي هي أنظمة الأمن السبراني للتحول الرقمي. ويعني فيها في أكثر من جهة حكومية مسؤولة عنها وبمتابعتها ومقارنتها بحيث أنها تضمن وصولية البيانات وفي نفس الوقت زيادة الحماية والسكيورتي، لأن في النهاية إحنا في الأمن المعلومات دائما عندنا يعني مقارنة أو تريد أوف ما بين السكيورتي والكونفينينس، ما بين أن زيادة الأمن وزيادة المرونة وسهولة استخدام الأنظمة. ما يعني في النهاية ما نبغى نزيد من الحماية ونقلل من المرونة بحيث أن تصير الأنظمة هذه استخدامها صعب، لكن في نفس الوقت ما نبغى نزيد من مرونة الأنظمة وسهولتها ونقلل من حمايتها بحيث أن تسهل استغلالها ويسهل يعني سرقة البيانات أو سرقة الأنظمة أو التأثير عليها. إذا سمحت دكتور خالد، يعني شوف يعني السؤال هذا أنا يعني كثير ما أسأله سواء من قادة المنظمات أو مثلا من أعضاء مجلس الإدارة أو شركات في قضية إنه يعني أنتم مختصين في الأمن السبراني والله خوفتونا، وموضوع طيب احنا متجهين على تحول رقمي كثير واحنا متحولين كثير من الخدمات الرقمية، فايش الموضوع؟ واتوقع انه يعني جوابي لهم هو شيء انا اتمنى انه يعني يكون عندنا في القطاع، اللي هو قضيه دور الامن السبراني هو ممكن التحول الرقمي. انت كقائد منظمه قل لي وش الاتجاه اللي انت بتروح فيه وأنا أساعدك أن تذهب في هذا الاتجاه بطريقة آمنة. فإذا أنت والله مثلاً بنك تحول رقم ما هو خيار، أنت راح تتحول رقمياً، لكن دورنا إحنا كمختصين في المعلومات اللي هو تأمين البنك هذا ونتأكد أن كل الخطوات اللي قاعد تتجه بطريقة صحيحة. إذا أنت والله مستشفى أو قطاع صحي وجالس تتجه إلى قضية التحول الرقمي هذا هو الاتجاه الصحيح، دورنا كمختصين في الأمن السبراني هو تأمين الاتجاه اللي قاعد تذهب فيه. لولا يعني يعني رد الله ثم تحول الرقم اللي صار ما استطاع احنا من استمراريه الاعمال في اثناء الجائحه اللي مرت. التعليم كان عن بعد، التعامل مع الصحه كان عن بعد، يعني قضيه حتى التجاره الالكترونيه وقضيه الطلبات وقضيه كيف وصلت الى قضيه كل شيء نعتمد عليه. فهو ليس خيار، هو مستقبل، هو يعني اثبت فعاليه ونحتاج احنا نقولها، يعني ما هو بعيد السعودية قبل 10 سنوات كذا تذكر مثلا الطابور الطويل اللي كان يصير قدام الجهات الحكوميه. اوكي، هذا كله بفضل يعني توفيق الله في التحول الرقمي اللي صار. ارجع اقول انا رسالتي الان اللي اقولها انه مختص الامن السبراني
يجب أن يكون حديث مع قضية إنه إيش الاتجاه اللي تذهب في الشركة، كيف يكون دورنا في تأمينها، وليس دورنا أن نقول والله لا تتجه الخدمات السحابية، بل أنا سأمكنك اتجاه الخدمات السحابية بطريقة آمنة. لا تتجه إلى قضية إجراء عملية جراحية عن بعد، لا اتجه إذا هذا خيار استراتيجي لك زي المستشفى الافتراضي اللي فتح مثلا وراح أمنه لك. صح. لا أنت قاعد تتكلم عن قضية يعني حتى الشركات الصغيرة أو متوسطة وتتجه إلى قضية إلى التحول الرقمي، هذا هو المستقبل. دورنا إحنا كعمل سبراني إنه نتأكد من الخطوات هاي تقام بطريقة صحيحة محمية لا تعرضك للمخاطر. بالضبط، تمام. طيب، يعني الآن يمكن التحول الرقمي، يعني أنا أتفق معكم في كل طرحكم، التحول الرقمي يعني الآن هو كان السبب الآن في موضوع زيادة البيانات ووفرة البيانات بشكل كبير بعد. يعني هل هذه نعمة أم نقمة؟ يعني الآن زيادة البيانات، بل نحن متفقين على التحول الرقمي ممتاز والخدمات الرقمية، الآن صارت عندي بيانات أكثر، يعني رقمية أكثر مرتبطة بالخدمات واستخدام الأنظمة. هل ننظر لها هذه فعلا زيادة البيانات هذه نعمة من ناحية الحلول ومثلا الابتكار في حلول جديدة أو طرح حلول جديدة، أم هي فعلا مشكلة وتحدي أكبر للمختصين في الأمن السبراني من ناحية الآن شيء يسمونه الانسايتس، انه والله نقدر نطلع من هذه البيانات اذا سرع تسريب معين يعني نفهم اكثر المنظومه او السلوك وكذا. فعندنا هي يعني الاشي من ناحيه البيج ديتا الان اللي هو بعد التحول الرقمي، يا ريت تعلقون على هالموضوع هذا، يعني من ناحيه زياده كميه البيانات ووفرتها. دكتور فاندر ممكن تفضل اول، بعدين دكتور ابراهيم. هي تعتبر، انا بحكم تخصصي انا اعتبرها نعمه، لكن ما تجي مع ما يعني ما تمنع من تحديات اللي تجي معها. يعني هي نعمه لان الان عند صار للمختصين امن المعلومات في الجهات بيانات كامله لجميع العمليات الموجوده في المنطقه، فبالتالي يستطيعون أنهم يبنون أي نظام إذا وجدت العوامل لنجاح النظام. لكن ما يمنع من تحدياته أن البيانات يعني صعب، أن مثل ما قال المهندس إبراهيم أن هذه ما هي مشروع شخص واحد، هي لازم منظومة كاملة تتولى عملية البيانات وفرزها وبناء الأنظمة والتأكد من أنها متوافقة مع حاجات الإدارات الأخرى وحاجات البزنس. فهي أنا أعتبرها نعمة، وخصوصاً أن الآن مع التحول لجميع الأنظمة الكلاود كومبيوتينج صارت الأنظمة الكبيرة بمتناول اليد، يعني أي فريق حتى لو كان صغير يقدر يتعامل مع كمية هائلة من البيانات في خلال يمكن 5 إلى 10 دقائق بس خلال بناء أنظمة بسيطة، يعني تعتبر بس كليك ويخلص. لكن هي معها تحدياتها أن الآن حجم البيانات صار أكبر، فعملية اكتشاف الاختراقات صارت أصعب، هذا واحد. الثاني أن عملية حماية البيانات والتأكد من أن ما تنتهك قوانين الدولة مثلا أنظمة البيانات وحماية المستهلك، وأن ما تصير عرضة للاستغلال أو الاختراق أو السرقة، هذه صارت أصعب. هي يعني مثل ما قلت أنها تعتبر نقمة لكن معها تحديات، والتحديات إن شاء الله تكون يعني أسهل من الإيجابيات إن شاء الله. من جانب أنا أرى أنه قضية تواجد البيانات الموجودة الآن والتحول الرقمي هو فرصة وتحدي في نفس الوقت مثل أي شيء جديد. الفرصة الآن أنه صار عندنا يمكن ننجزها في نقطتين أساسية. الأولى اللي هي قضية أنه مكنت من تطبيقات ما كانت موجودة سابقا نظرا لتواجدية البيانات، والأمر الثاني زادت كفاءة بعض التطبيقات اللي احنا كنا نسويها. يعني عشان نشرحها مثلا غير مختص، يعني كان قبل لما تطلب سيارة مثلا أجرة أو شيء زي كذا، اللي تذكر مثلا كانت تطلع على رأس الشارع وتبحث لك على الشارع العام، ما كانت موجودة.
الآن قضية التحول الرقمي على سبيل المثال كان إنه أنت ممكن تطلبها من جوالك من البيت. أوكي؟ فهذا ما كان ممكن أول، هذا تطبيق جديد كان. التطبيق الثاني مثلاً نذكر على قضية مثلاً الحج، الحج يقام كل سنة وكان موجود. قضية تواجدية البيانات حقته تسهل على قضية مثلاً إيجاد التعيين، معرفة المصابين، أوجدت كفاءة كبيرة في إدارة الحج. أوكي؟ وفي وغيرها من الخدمات كان ممكن موظف السابق اللي في واحدة من إدارة الحكومية على سبيل المثال الأحوال أو الجلسات وكذا يقضي وقت القضية في ترتيب الأوراق وتشييكها، لكنه الآن مع التحول الرقمي صار لا، أنه والله يحول له الفلترة تتم عن طريق الآلة عن طريق كذا، وصار عنده بيانات أعلى عن الأشخاص. يعني الجائحة الأخيرة رأينا كيف ممكن من جوالك بعدين يبلغ من الأشخاص اللي كانوا حولك، يعني خالطوك أو شيء زي كذا، هذا كان مستحيل قبل يعني عدة سنوات. فتواجدية البيانات زي ما ذكرنا هي هذا الجانب الإيجابي فيها اللي هي قضية الفرصة، لكن في جانب آخر وهو قضية إنه البيانات هذه قد تكشف عن الإنسان يعني أشياء ما كانت قبل موجودة، وإحنا نقصد هنا فيها قضية خصوصية البيانات وقضية حمايتها. الإنسان ممكن يكون عرضة يعني لقضية وقوع مشاكل أو الابتزاز أو سرقة سواء حساباته أو كذا عن طريق إنه صار عنده معلومات أكثر. مجرد الآن لو تدخل على السوشيال ميديا قد تعرف الإنسان هذا والله إيش خلفيته التعليمية، وين يعمل، حتى ممكن تشوف تربط علاقاته بقضية أقارب إذا كان مثلاً أكيد إنه مثلاً يتابع كان يعني والدي حيين أو أخوانه أو كذا تجدهم تستطيع ربطهم، فتعطيك بيانات كبيرة جداً. ادخل على مثلاً لينكدإن تستطيع أن تعرف كل الأشخاص وعملهم، بل حتى أحياناً في الأنظمة اللي عملوا عليها لما يتعلق بالمدراء مثلاً بعض الأنظمة اللي داخل الجهات، فتستطيع إنه ما تستهدفه وأنت عارف برضه كل الخلفية اللي عنده وكل نقاط الضعف اللي عنده عن طريقة وفرة البيانات هذه. وهنا يجي جانبين، الجانب الأول على مستوى الدول ومستوى العالمي قضية المشرعين، فالتشريعات وهذا دور المشرعين هم حماية الانترست حق أو مصالح الأشخاص. فما تستطيع شركة والله أنا ممكن أحصل على أبني أبليكيشن أستطيع مثلا استغلال مثلا بعض الأشخاص اللي عندهم مرض معين، هنا يجي دور التشريعات في قضية منع الاستخدام هذا. أنا ممكن أتاجر في البيانات الشخصية لأشخاص، المشرع يمنع الكلام هذا، وتضر هذا فقط ليس قضية حماية البيانات الخصوصية بل قضية حتى في قضية الأمن السبراني، ويؤكد على أنك حتى لو أخذت بياناتي بطريقة صحيحة يجب أن تحميها بطريقة مسؤولة، ويجب أن تبلغ في حال أنها يعني تم اختراقها، ويجب أن تكون مسؤول عن قضية أنك لم تقم بالواجب أو الدوكير في قضية حماية البيانات. فهذا هو الجانب الأول على مستوى الدولي أو على مستوى الدولي. الجانب الثاني الجهات الرقابية جوا الشركات والمنظمات، يعني كانت تتكلم على الرقابة الداخلية تتكلم على إدارة الأمن السبراني، تتكلم على إدارة الحماية الخصوصية، هؤلاء يعتبرون يعني مشرعين صغار جوا المنظمة، بحيث أنهم يتأكدون من قضية أنه ما يكون هناك إساءات استخدام لقضية البيانات، لأنه يعني قد يكون هناك فيها خطأ في إعطاء الصلاحيات للأشخاص بحيث أنه يطلع. وهذه حتى شركات عالمية مثل شركات سوشيال ميديا اتضح لاحقاً أنه والله ممكن أنه كان المضلين حقنا يطلعون من الرسائل الخاصة، يجب أن تمنع هذا اللي يقولوا دور الشركات حتى لو ما كان فيها تشريعات واضحة. فإذا عملت هذه واستطعنا أن نجي في قضية السويت سبوت بتوين المنطقة الجيدة بين قضية أنه الاستفادة من البيانات ومع ذلك تجنب السلبيات حقتها، أتوقع أنه هذا هو اللي صاير عندنا بشكل كبير من المملكة العربية السعودية. ولذلك رأيت أنه يعني ما تم إنجازه وتحقيقه حقيقة عندنا هو حلم لدول يعني أخرى في قضية أنه التعامل مع الجائحة، في قضية التمكين الرقمي، في قضية أنه تقريبا كل المراجعات الحكومية تخلصها وانت بيتك. يعني من كان يتخيل أنه يعني مثلا في تطبيقات وزارة العدل قاعد تتكلم انت عن قضية نقل ملكية عقار تنقل كلها بشكل اوتوماتيك وانت من بيتك، قاعد تتكلم هنا يمكن قيمتها مئات الملايين. هذا في دول ثانية ما زالوا يعني، وانا اتكلم على ما اتكلم حتى دول محيط امريكا تتمسك سلعة تجديد الجواز. فيعني حقيقة انه يعني تم انجاز الكثير، وهذا من الرؤية في قضية انه التحول الرقمي هو شيء لابد ان نكون سباقين فيه لكن مع إدارة الخطر. الله يعطيك العافية. هو طبعاً في أسئلة كثيرة جات عن خصوصية البيانات، يمكن يعني كنا عرجتوا عليها الدكتور باندر مهندس إبراهيم،
إن كيف الواحد يضمن خصوصية البيانات، يعني بالذات البيانات اللي تكون عند الشركات يعني ويتم جمعها. يعني هذه واضح أنه يعني بيكون داخل من داخل الشركات نفسها يعني، ولا لا؟ بالنسبة لخصوصية البيانات اللي تحفظ الشركات، يعني هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا قامت بتصنيف جميع البيانات إلى أكثر من تصنيف. هذه فحتى البيانات لما تكون تحفظ داخل الشركة لازم الشركة تتعامل معها على حسب هذا التصنيف، لأنه في بعض البيانات يعني مجرد الاطلاع عليها يسبب خطورة، مو استخدامها. فهذا جزئية. الشركات اللي تبغى تستفيد من البيانات، يعني احنا مختصين في الذكاء الاصطناعي، دائما لما نتعامل مع البيانات او نحاول نوفر البيانات هذه اللي نسميها احنا الداتا سيت للمختصين، بحيث ان يبنون الانظمه، نمررها على اكثر من خطوه، بحيث ان نضمن البيانات اللي توصل هذه يستفاد منها في بناء الانظمه الذكيه، لكن في نفس الوقت ما يمكن الاستفاده منها في استغلالها او سرقه معلومات الاشخاص. ففي خطوات نقوم فيها في يعني الانكريس البرايفسي، انه مثلا نعدل بعض البيانات، نشيل ارقام الهويه نحطها بارقام مختلفه، بحيث ان الانظمه الذكيه تبنى عليها وتعمل بشكل ممتاز، لكن في نفس الوقت المختصين على الانظمه هذه ما عندهم قدره انه يستخدموا. في طرق ثانيه، ان في انظمه ذكيه الان وهي في مجال البحث، انها تعتمد على تعمل على بيانات مشفره. يعني احنا نبني نظام اي اي معتمد على ماشين ليرنينج، لكن يعمل على انظمه مشفره، فلا الشخص عنده وصول على البيانات ولا الموديل نفسه هو عنده أكسس على البيانات، هي البيانات مشفرة. هذه واحدة من الطرق، وزي ما قلت يعني هي 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 عملية متكاملة ما بين يعني تقنية وتشريعية، بحيث أن نضمن أن خصوصية البيانات تكون محفوظة مهما كانت استخدامها. يعني يعني جوابي إذا كان هذا السؤال من شخص غير مختص، ممكن أقول الجانب الأول أنت معني بحماية خصوصية بياناتك بشكل عام. هم متخوفين يا مهندس إبراهيم، تخيل أنه يعني الآن يعني يقول لك أنا استخدم مثلا تطبيق معين، فيبدأ مثلا الشركة هذه مثلا اللي تملك التطبيق يقول تجمع معلومات عني وتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي وتبدأ تفهم مثلا سلوكي بشكل كبير وكذا. يعني فاحتمال يعني أنا أشوف أن هذا التخوف اللي طرح من أكثر من واحد. يعني النقطة الأولى اللي قلتها أنا لسان طبعاً راح يكون مسؤول، مش أقصد في هذه، إنه أنت الأشياء الممارسات الخاطئة في قضية خصوصية البيانات يجب لا تكون هناك. يعني أنا دائماً أقول مثال بقضية إنه مهما سويت أنت كدور في حماية خصوصية البيانات وحماية بياناتهم، وش تفعل بشخص يعطي مثلاً بيانات أبشر إلى شخص يحدث له مثلاً الحافز؟ أوكي، هذه حالة ما لها حل. أوكي، فلا يقول الدولة ولا الشركات ولا كذا، يعني هذه ممارسة خاطئة جداً. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هي قضية المشرعين. وحقيقةً يعني سدايا ممثلة في نشن داتا مجلس أوفيس أو مركز وطن للبيانات أصدر تشريعات في الفترة الأخيرة في قضية الخصوصية، وحتى أصدروا لها الآن نسخة في قضية أو ريجليشن ديتيل على في مارشال الآن، اللي يقول الآن أصبح فيه شيء يحوك الموضوع هذا، لكنه احنا نعرف وش الاشياء اللي ممكن يعني تحميها. اذا انت مشترك مع جهات خارجيه، فبالتالي قد ما تكون تحت السياده الوطنيه فيما قضيه حمايه الخصوصيه او في نطاق عمل التشريعات هذه. هنا يعني اللي ممكن اصل له الى قضيه انه انت خلها نقطه متوازنه بين شيئين، انه كم استفادت من الخدمه هذه في مقابل كم تعطيها من بيانات. يعني إذا تقدر تقلل حجم البيانات اللي تعطيها يعني كان بها. يعني كثير من الناس يعني قد يكون عنده يعني هوس في هذه. طيب ليش تحول كل شيء إلى ديجيتال؟ أوكي، يعني ليش كل لحظة تروح تصورها، وليش كل يعني مكان تروح تسوي بوست، وليش يعني كل يعني حركة وسكنة وتنزلها في هذه ثم تقول شركات تعرف. اوكي، الشركات ما تعرف ان البيانات اللي انت اعطيتها وانت راضي. فهذه نقطه. نجي الى قضيه يعني
يعني زي ما ذكرت يعني ارجع اقول مقالنا هو اللي هي الشخص التشريعات تحمي، لكن التشريعات في التشريعات الدولية تحمي، لكن في جهات قد تكون في يعني عندها تستغل ثغرات معينه في هذه. ولا شك انه كل ما تكاملت خدماتها كل ما اعطت صوره كبيره، يعني شركه مثل فيسبوك او جوجل او غيرهم عندهم تكامل كبير بالربط بينها بين ايش تتصفح عندها على اليوتيوب، ايش قاعد تتصفح عندها بالايميل، من الناس اللي تراسلهم، يعطيهم فيزيبيليتي ما هي موجوده عند جهات كثيره. فهنا يجب الانسان ان يعني على المستوى الشخصي يقلل المخاطر، بعض الناس ما عنده الكثير اللي يخفي. اوكي؟ وبعض الاشخاص قد يرى انه هذه مشكله له يجب ان تلغيها، وتقدر تدخل الحسابات هذه وتلغيها. وقد يعني بعض الممارسات الصحيحه في قضيه مثلا التعامل مع جوجل، انه تقول والله جوجل ماب انه ما ابغاك تراكنج لوكيشن، فيصير خلاص ما يسجل. اوكي؟ عاد كم تثق في ان جوجل يسوي الكلام هذا موضوع مختلف، لكن على يعني على الاقل انك ممكن تتفاعل خلال هذا، ممكن تفعل انه ما يحفظ الهيستوري حقك في قضيه الاشياء اللي تسوي لك وامسك. ممكن يعني اللي اعرف الان ما هو مطبق عندنا، لكن في اوروبا مثلا اللي هو the right to be forgotten، انه انت لك الحق في النسيان. هذا ما يتعلق بقضيه اذا كان السؤال من شخص يعني عام، اذا نتكلم احنا عن قضيه كيف ندير قضيه الذكاء الاصطناعي والامن السبلاي. فزي ما ذكر الدكتور بندر في عده اشياء تسوي، يعني ماسكينج للديتا في قضيه اختراق بيانات حساسه، في قضيه يعني انونيمايزيشن للديتا، في قضيه اخفاء البيانات الحساسه، لكن يقوم المقام الاول على قضيه زي ما ذكرنا الجهه نفسها على اداره خصوصيه البيانات اللي تكون هي مثل مشرع جوا المنظمه تتاكد من انه اداره مثلا الذكاء الاصطناعي او غيرها اللي تريد التطبيق هذه ان تستخدم بيانات ما تكون تعرضها لل يعني للمخاطر، وانها تكون ضمن سياسه الشركه الداخليه اللي هي ملتزمه في سياسه البلد كامل. يعني على سبيل المثال نرجع احنا في هواوي مثلا نتاكد من قضيه الالتزام بالاله في قضيه الدوله، ثم الى الالتزام بقضيه اذا كان احنا نتعامل مع عميل، ثم الالتزام بسياسه الشركه الداخليه. سياسه الشركه الداخليه تمنع قضيه اجراء تجارب على بيانات نعتبرها اللي هي personal identification information، اللي هي بيانات التعريفيه للاشخاص، ما اعرف ايش التصريح حقتها، لكنها تمنع الكلام هذا، فبالتالي ما تستطيع جهه جوه الشركه عندنا تسوي الكلام. فيعني حاولت ان اجاوب بشقين اللي هو العام وفيما يتعلق بقضيه اذا كان سعاده المستمع. جزاك الله يعطيك العافيه يا رب. وفي احد يعني برضه يعني سال، وانا كاتب المحور عندي اللي هو يعني مجالات الامن السبراني، هو كاتب تخصصات يقول يعني واحد يسال يبدو انه طالب وكذا، يعني التخصصات اللي او المجالات اللي في الامن السبراني اللي ممكن تفعيل الذكاء الاصطناعي فيها، يعني اي دونت نو يعني نتورك فيزيبيليتي ولا ثريت انتليجنس، يعني منها يعني من التفرعات هذه. فيعني خلينا نشوف الامن السبراني، تحديات الامن السبراني المعروفه المختلفه من ناحيه الحمايه والتعرف والخصوصيه، هل الذكاء الاصطناعي يدخل في كل فرع من فروع الامن السبراني ويطورها؟ فهذه النقطه اللي تعلقون عليها. تقريبا الذكاء الاصطناعي عادة يدخل كل ما كان هناك حاجة يعني اتخاذ قرارات ذكية بشكل أسرع. فلما يكون عندنا مثلا محاولة اكتشاف الاختراقات على مستوى الأنظمة أو مستوى الأجهزة، أو محاولة اكتشاف مثلا اكتشاف الفيروسات، او مثلا محاوله يعني اكتشاف اي مخاطر او اي تهديدات في المستقبل، يكون الاي اي طرف مساند فيها بشكل تدريجي. يعني اما بيكون بشكل مساعد فيها بشكل مثلا يمثل 20-30%، او انه يشكل مثلا 80-90% على حسب مستوى الاتمته. لكن في مجالات في الامن السبراني ما يدخل فيها المشين ليرنينج، يعني مثلا زي الانكريبشن، زي التشفير، وزي هذه ما يدخل فيها. الى الان ما وصل الذكاء الاصطناعي المستوى الناضج انه يساعد في المجالات هذه، لكن في بعض الابحاث تحاول تستخدم المشين ليرنينج انه تدعم هذه المجالات. يعني مثلا محاولة اكتشاف مثلا عندنا في السايبر سيكوريتي اللي هو اللي يسمونه البنتريشن تيستنج، انه محاولة اختراق شبكة.
هذه عادة يقومون فيها مختصين ويستخدمون أدوات لأتمتة العملية. الآن أبحاث كثيرة تحاول استخدام المشين ليرنينج وتحول العملية كاملة إلى خلينا نقول لعبة كجيم، استخدم خوارزميات تعتمد على reinforcement learning بحيث أنها تحاول تكتشف الثغرات في الأنظمة هذه. لكن الآن المشين ليرنينج ما وصل بالنضج أنه يساعد في المجالات هذه. حالياً دوره الأكبر ودوره الفعال في المجالات اللي فيها كمية ضخمة من البيانات وتحتاج إلى تحليل، تحتاج إلى قرار، وتحتاج إلى مساعدة للمختصين بحيث أنه يسرع من العملية ويقلل من التكلفة. فعلا نعيدك كلام دكتور بندر، ويمكن ارجع لقضيه الهرم اللي يمكن عرضته في قضيه انه البدايه تكون عن طريق قضيه ربط الاحداث واكتشاف الاشياء الغير معتاده انوميز، وذكرنا فيها تقريبا ثلاثه يعني مراحل، لكن يعني هذا جانب منها. والجانب الثاني قضيه الاوتوميشن لشغلات كانت أو قضية أتمتة الأشخاص يعني لمهام تعمل عن طريق الأشخاص. تحت الفرعين هذه يعني أنا أقول إنه يعني فيها تطبيقات يمكن بالمئات والآلاف تعتمد على قضية أنت وين تريد أن توظفها. ذكرنا في أثناء العرض هذا سواء مني أو من درقي قضية بعض النماذج قاعد تتكلم على يعني threat intelligence، قاعد تتكلم على قضية detection information، قاعد تتكلم على قضية يعني user behavior. كل هذه التطبيقات ما يتعلق بربط أحداث يصعب على الإنسان العادي أو على الإنسان ككل من قضية ربطها بطريقة ما كانت ممكنة قبل وجود الذكاء الاصطناعي. وهناك قضية الأتمتة، أوكي، وهي أقل لكنها في المستوى الحالي قد تكون trusted recommendation، ممكن نضعها في قضية أنها يعني تجهز الـ workflow بطريقة أو تجهز المهام ويبقى العامل أو الإنسان يتأكد من قضية إيش الأكشن اللي بيصير وبعدين يقبله وينفذه. هذا اللي رأيت أنها ممكن تطبيقها في بيئة العمل. ما مر علي شخصياً يعني، وأنا أتكلم خاص من أمس إبراهيم، حساسيته موجود في مجالات أخرى قد تكون أقل حساسية لقضية الأتمتة، لكن في الأمن السبراني ما مر على قضية إنه يعني فول أوتوميشن، لأنه هذه فيها مخاطر كبيرة. قد يعني قد تكون أنت معني بحماية المنظمة لكن أنت اللي تسبب مشكلة للمنظمة إذا أتمتت بطريقة خاطئة. صحيح. طيب يعني أرجع على موضوع اللي هو البيج ديتا والبيانات والنتيجة التحول الرقمي وزيادة البيانات هذه بشكل كبير جدا خاصة بيانات الشبكات. هل الذكاء الاصطناعي ممكن يعني يدعم في هذا الاتجاه من ناحية تطوير يعني أداء الشبكة، تطوير خلينا نقول النظرة الشمولية للشبكة قبل اكتشاف الأخطاء، أو اكتشاف خلينا نقول ليس الأخطاء إنما التهديدات. يعني عندك اكتشاف التهديدات والحماية، لكن هل الذكاء الاصطناعي ممكن يعطيني بعد في من ناحية تطوير أداء الشبكة، يعني optimization بشكل أكبر، التعرف على خلينا نقول إذا فيه communities معينة داخل الشبكات، نتكلم على الانتربرايز نتورك يعني بشكل عام، بحيث اني والله يعني انا اربطها. انا الان سؤالي يمكن يتعلق بالامن بشكل عام، يعني الان والله اللي اتعرف على الكوميونيتيز اللي مثلا في نتورك معينه زي السوشيال نتورك مثلا، هل الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير جدا في هذا المجال؟ هذه فيها طرفين، يعني فيها طرف ان الاستكشاف خلينا نقول الكوميونيتيز اللي في الشبكات وفي الأنظمة اللي تتوافق مع المنظومة بشكل عام، وفيها أنه اكتشاف تسريع عمل مثلاً الأجهزة الشبكية. يعني مثلاً الأجهزة الشبكية كلها تعمل بمنظومة مثلاً فيها الراوتينج ألغوريثمز، تستخدم بعض الخوارزميات لعملية الراوتينج، لكن إضافة الـ AI لها
بالتأكيد راح يسرع من العملية، وهذه حنا شفناها مثلاً أكبر مثال عليها اللي هي أنظمة خلينا نقول مثلاً تطبيقات التوصيل وللأطعمة ومثلاً الأشخاص، إنها تحاول تتنبأ بمدة المسافة والمدة الزمنية الانتقال من نقطة لنقطة، بحيث إنها تحط الطريق الأقرب والأقل ازدحام للسائق. هذه نفس المفهوم احنا نقدر نطبقه في الشبكات بحيث نزيد من فعالية الشبكة، لكن الشبكات تحتاج يعني عندها يعني متطلبات مختلفة عن التطبيقات هذه. هذه جزئية. الجزئية الثانية اكتشاف نقول يعني الكوميونيتيز او خلينا النود ديسكفري، هذه في نظريات كثيرة في يعني في تعلم الآلة احنا نستخدمها بحيث ان نستكشف وش النود المهمة اللي مثلا خلينا نقول لأهم نود موجودة في الشبكة نفسها، فهي تساعد من عملية استكشاف الأطراف الشبكة المهمة والأطراف الحوسبية المهمة، وبحيث ان احنا نتلافى ان اذا صار اي حدث على الجزئيات هذه ان يعني يزيل او يعطل الخدمة بشكل كامل. فنقدر نستخدم خوارزميات ونظريات الذكاء الاصطناعي بحيث تساعدنا في الجزئية هذه. دكتور خالد، إذا كان يعني السؤال عن قضية إنه كيف ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي في قضية النتورك أوبتمايزيشن وكذا، طبعاً أتوقع إجابة نعم، لكن هذه يمكن يعني تفاصيل تطبيقات وكذا قد يكون مختص في النتورك أكثر. أنا ممكن أتكلم على قضية يعني الدومين حقي اللي في قضية سايبر سكيورتي وش اللي ساعدنا فيه، شيء قريب من هذا اللي هي قضية إنه بعض التطبيقات اللي كان فيها يعني شغل يدوي كثير مثل قضية الرولز أو حقة الفايروولز على سبيل المثال، أوكي هذه أي واحد تعامل على نتورك فيها هجم كبير مرة على قضية النقود وعلى قضية التعارضات حقتها وعلى قضية يعني لما يكون عندك أكثر من فايروول تدخل من فايروول هل يوصلك نقطة معينة، وفي التعقيدات اللي اشتغل في المجال هذا يعرف. الآن مثلا الذكاء الاصطناعي سهل كثير علينا لما تحطه في الليرنينج مود، انه ممكن والله يعطيك مقترح للرولز بناء على الترافيك الموجود وانت لسه تراجعها بعدين وترى وش تطبق منها. برضو ساعدني في قضية الاسيت ديسكفري في الاورجنايزيشن. انت عندي مشكلة يعني نتكلم على تقريبا كل الجهات ممكن يكون متوسطة فأعلى عندها مشكلة في قضية معرفة الأسد حقتها ومعرفة وش الجهات الموجودة أو الأجهزة المربوطة أو وش الطرفيات الموجودة، وهذه ليست سهلة يعني ممكن يضر الشخص غير مختص في قضية إنه هذه يعني هي كم جهاز عندك وكم عرفتها. لكن أنت الآن عندك داخل من قضية الإنترنت الأشياء IoTs أوكي مدن مثلا الكوانتيتيف سيتيز وشغلات هذه، إنه ممكن عندك أصلا كل متر تقريبا في عندك جهاز او اكثر من جهاز حساس. فتخيل انه مينتيننج ذس معرفتها ومعرفه ايش البيهيفير حقتها ومعرفه ايش الشيء المعتاد من الشيء اللي شكل خطر، هذه ذكاء اصطناعي في الامن السبراني يلعب فيه دور كبير جدا في قضيه انه يسمح لك زي ما ركزنا عليها وذكرناها اكثر مره في قضيه انه عندك بيانات كبيره جدا من الصعب عليك انت كانسان تعامل معها، الاله قد تساعدك بطريقة إنه تعطيك الأشياء المهمة اللي تصل إلى قضية حدودها ومعرفتها للموضوع هذا، وبالتالي تحولها الإنسان اللي يتعامل معها ويتأكد من هذا بشكل تهديد أو لا. طب يعني نقدر نقول الحين إن معدلات الهجمات والاختراقات زادت أو انقصت مع تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني؟ هل في عندنا أرقام؟ هل في عندنا تصور معين على هالموضوع ولا لا؟ أتوقع أن معدل الهجمات زاد بسبب التحول الرقمي و يعني كمية البيانات الموجودة وكمية الأنظمة صارت يعني متوفرة للاختراقات. لكن أنا أتذكر أني قرأت تقرير لـ IBM أن الشركات اللي طبقت أنظمة ذكية على لحماية أنظمتها الرقمية يعني خفضت من معدلات الاختراقات تقريبا بنسبة 50 إلى 40%، و
والأنظمة والجهات اللي كمان راحت الخطوة اللي بعدها اللي أتمتت الأنظمة الذكية كمان يعني خفضت معدل الاختراقات وتكلفتها إلى 60%. فأول خطوة هي تفعيل الأنظمة الذكية وتفعيل قيمة البيانات، بعدين الخطوة اللي بعدها أتمتتها بشكل كبير. هذه لا يعني بشكل أكيد راح تقلل من الاختراق. طبعا ما يمنع الطرف الثاني أن تفعيل وسائل يعني تفعيل البروسيجر والبروسيس للأمن السبراني في الجهة بحيث أن تتوافق مع الأنظمة نفسها وتوافق مع أفضل الطرق لحماية البيانات وحماية الأنظمة، لكن قيمة البيانات والاستفادة منها وتحليلها هذا دائما مفيد وشكل كبير. العائق بس يشكل أن المفهوم استفادة من البيانات ومحاولة الاستفادة منها وخلق يعني خلنا نقول مثلا تجميع الموارد، تجميع المالية والبشرية لا الاستفادة منها، هذا قد يختلف من يعني شركة لشركة أو من جهة لجهة، لكن دائما تحليل البيانات هو له فائدة كبيرة يعني بشكل ما حد يقدر ينكر. إذا كان يعني سؤالك أنا قضية إنه هل الهجمات راح تزيد، أنا يمكن أقول ثلاث نقاط. الأول أول شيء الأمن السبراني يعني هم جهة الدفاع الجهات المنظمات فهذا عملهم. ثلاث نقاط اللي بذكرها، الأول إنه الهجمات راح تزيد بغض النظر شو تستخدم أنت في جهة الدفاع. أوكي، إحنا شايفين الترند هذا صاعد وما زال مستمر، وهذا واضح بسبب التحول الرقمي، بسبب الاعتماد على التقنيه، بسبب انه اصلا يعني صار اكثر ربحيه من الهجمات التقليديه. يعني انت ممكن تكون في واحده من الدول في الخارج ما يحتاج انك يعني تدخل تكسر الخزنه على البنك ولا يعني بطريقه تقليديه، وتاخذ لك مثلا في هجمات الرانزم وير عشرات بالمئات الملايين. اوكي، في كل امان وانت في مكانك عايش. ففيها جانب، فالهجمات أصلاً جالسة تزيد عدة أسباب ممكن نتكلم عليها بطريقة آخر في كل الأحوال. فأنت كمدافع إحنا نقول استخدام الذكاء الصناعي هو يساعدك، هذه النقطة الثانية، هو يساعدك في قضية إنك تبقى مع قضية زيادة البيانات الكبيرة هذه، مع قضية زيادة الهجمات هي جاية. أنت هذه وسيلة تساعدك كثير زي ما ذكر الدكتور بندر بقضية إنه تبقى على نفس المستوى من قضية تصدي بحوادث بل تحسن مع العاملين اللي ذكرناها في زيادة الهجمات وزيادة البيانات. الجانب الثالث أو النقطة الثالثة اللي أذكرها هي قضية أنه أصلاً يعني تبت قضية استخدام المهاجمين إلى قضية الذكاء الاصطناعي فيها، فأنت يعني بدأت تواجه طرف آخر هو الآن ما صار يعمل بجهود الفردية، ليس شغل يدوي، هو يعني مجموعة اخترقين على الجهاز يخترقون، إنما أصبح الآن يؤتمت عمله. فإذا تسألني نصيحتي أنا أقول لك إنه حاول أنك تكون زيه أو أفضل على أساس أنها تكون معركة متوازنة وليس المعركة تكون أنت الخاسر. ممتاز ممتاز ما شاء الله. طيب أنا عندي نقطة واحدة أنا ما أودي يعني إحنا خذ وقت طويل بذكرها في الأخير يعني آخر وأبغاكم تعليق عليها، لكن أنا أشوف في ناس يعني رافعين إيديهم في الأخت منى والأخت منيرة، فنفتح المايك الحين الأخت منى أول شيء إذا في عندها سؤال، إذا عندك سؤال تفضلي الضيوف. طيب ما زالت ميوت. طيب الأخت منيرة إذا عندك سؤال شوف رافع يدك و... طيب طيب يمكن المحور الأخير يعني
وبعد طبعا في أسئلة صراحة وردت يمكن نأخذ عليها تعليقات يعني سريعة منكم يعني نص دقيقة. في ناس يسألون أسئلة عامة، واحد يقول هل السايبر سيكوريتي تخصص صعب ولا لا؟ إيش رأيكم يعني؟ الله هو ما هو صعب ولا هو سهل، يعني أول إنسان دائما يبحث عن وش اللي يهتم فيه، فإذا أنت مهتم بالسايبر سيكوريتي يعني توكل على الله ودرس، يعني ما يحتاج يعني تعرف تشوف هل هو صعب ولا سهل. طيب واحد يعني يمكن مهندس بندر يقول هل الأمن السبراني زي البرمجة ولا شيء مختلف يعني؟ لا هو يختلف عن البرمجة، يعني البرمجة لها مجالها والأمن السبراني له مجال، يعني يختلف عن البرمجة، لكن تحتاج يعني زي ما قلنا تحتاج الاهتمام، تحتاج الفهم كيف الشبكات تعمل، كيف أشياء أساسية عشان تدخل فيها يعني تتخصص في الأمن السبراني. أنا أخذت سؤالين من المهندس إبراهيم بس السؤال الثالث هو عبد تفضل. طيب يمكن آخر نقطة يعني بقية الأسئلة يعني تقريبا ردينا على معظمها. يعني واحد يمكن هذا الدكتور إبراهيم يقول لك إلى أي مدى ممكن يكون الأمن السبراني يعني مفيد، يعني ما أدري، وهل يمكن الاعتماد عليه دائما؟ والله يعني بداية يمكن سؤالي هل في خيار ثاني غير قضية النجاحات يكون عندها أمن سبراني؟ يعني أرجع أقول إنه زي ما ذكرت يعني كل منظمة كل جهة منوط بها أهداف، أما سواء كانت يعني كجهة حكومية أو كشركة تسعى إلى قضية استراتيجيتها. الأمن السبراني في غالب في معظم هذه الجهات هو جهة ممكنة، هو support function جهة ممكنة، يمكن باستثناء إذا قلنا هي شركة أمن سبراني نفسها أو قضية جهات مثل هيئة الأمن السبراني بالسعودية أو لا، هم اللي يكون عندهم core business هو الأمن السبراني. إذا رجعنا إلى قضية الجهات اللي يكون فيها الأمن السبراني ممكن، اللي يقولوا انه دورهم انهم يساعدون قضيه منظماتهم في قضيه الانطلاق بطريقه امنه، ان يكونوا هم بعد استراتيجيه، وان يكون يمكن الاعتماد عليهم في قضيه انه والله الانظمه محميه بطريقه يعني معتبره المخاطر يعني مدروسه و ميتيجيتد يعني تم تخفيفها الى حد مقبول للمنظمه نفسها. هذه هي يعني العمل الاساسي المنوط بادارات الامن السبراني. الاعتماد عليهم حقيقه يعني قد يبدو سؤال بسيط، لكن يعني اذا كان انسان يقابل انسان في الغالب انه ما يوجد شيء يكون يعني 100% محمل. هي القضيه انه يعني نضع خيار قضيه انه الجهات راح يكون لها يعني اختراق بطريقه اخرى، ما في جهه حتى اعتى يعني الجهات العسكريه وكذا ما هي محميه 100% من الاختراقات، انما سيكون لها في النهايه يعني اختراق بطريقه او اخرى. هي القضيه ان احنا كيف نكون مستعدين في تخفيف اثاره، يعني لما اقصد في هذه مو معناته انه اخترق معناته دخل الى كل شيء، احنا ممكن نصيد بدري في قضيه الكل تشين مثلا او قضيه تسلسل الهجمات، احنا ممكن نتاكد انه ما يصل الى عوامل حساسه، احنا ممكن نعمل على قضيه انه يعني حتى لو وصل الى بيانات هذه محميه بطريقه ما يمكن استفاد منها، ولا يجي دور يعني تقنيات التشفير غيرها، اقصد لها طرق معينه، لكن انك تضع في حسبانك انه والله 100% يعني اداره هذه دورها هي الحمايه، لا هذا كان في العصر السابق لما كانت البوابات تحمي أسوار تحمي المدن تحمي القلاع، هذا كان موجود إنه ياهو جوا ياهو برا. إحنا الآن في زمن مختلف، إحنا نعمل مع الإدارة في تمكين يعني توجه الجهة الرئيسية، ونتأكد إنه يعني المخاطر مقبولة إلى درجة إنه ما تعطل الأهداف الرئيسية، ويمكن الاستجابة لها بشكل سريع ومعاودة العمل. يعني
هذا ممكن اللي نقدر نقول قضيه الاعتماد. وارجع اقول انه ما في خيار ثاني غير قضيه الاداره في المعلم الاسباني، وهذا اللي ادى الى قضيه انه يعني الجهات البحريه عندنا مثل اي عضو من المعلم الاسباني حتمت على كل الجهات ان يكون عندها اداره معلم الاسباني وتربط باعلى مسؤول في المنظمه او في الشخص الثاني اللي بعده. فهذا يدلك على اهميتها، وهذا انعكس صراحه على قضيه انه المملكه العربيه السعوديه الان هي جهه تعتبر من افضل الجهات في قضيه الامان للامن الاسباني. يعني لو تعمل في جهات في يعني في دول اخرى ترى انه احد المخاطر الكبيره اللي يجب ان تدرسها قضيه المخاطر على بياناتك وعلى قضيه الامن الاسباني. احنا احسن حاله من هؤلاء، وهذا اللي ارجع اقوله انه لان نشعر انه هذا هو الخطوه الصحيحه للقيام بها. ما شاء الله، الله يعطيك العافيه يا رب. طيب يمكن هذه النقطه الاخيره اللي عندي الان، لو المخترقين والمهاجمين الان استخدموا الذكاء الاصطناعي في بناء هجمات جديده، هل هذا ممكن؟ هل راح ينجحون بشكل اكبر؟ هل هذا بيشكل تحدي على ادارات الامن السبراني في الشركات؟ يعني الان الذكاء الاصطناعي متاح للطرفين، للمهاجمين الان يعني فعلا، يعني هل ممكن تزيد فعاليه هجماتهم يعني بالذكاء الاصطناعي؟ هو هو الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن أداة، أداة أي شخص يقدر يستخدمها، سواء كان خلينا نقول اللي يلبسون البلاك هات، البلاك هات ولا الوايت هات، إيه قبعة، قبعة السوداء ولا قبعة البيضاء، أو كانوا في الطرفين. يعني اللي حاصل الآن إن في بعض الأبحاث إنها توضح كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي بتوليد نسخ جديدة من الفيروسات بحيث أنها ما تكون نسخ لا يمكن اكتشافها، لكن الكثير من هذه هي في قيد البحث وإلى الآن في المعامل، أو أنه مثلا كيفية مهاجمة الأنظمة الذكية بعرض مثلا بتغيير جزئية بسيطة فقط من الصور أو بعض أو تغيير الملفات جزء واحد في الملف بحيث أنه يتفادى برامج الحماية. وهذه إلى الآن موجودة لكن ما هي موجودة بمستوى كبير. أتوقع أنها يمكن في 5 سنوات الجاية راح تكون متوفرة التولز هذه، كل الأدوات متوفرة يمكن استخدامها بشكل كبير، يمكن استخدامها على مستوى واسع، لكن حاليا موجودة والإمكانية موجودة. وحنا يعني عادة المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والسايبر سيكيورتي عارفين بالليميتيشنز حقت السيستم الأنظمة وكيف يعني وش اللي نحتاجه عشان نتابعها. فالاحتمالية موجودة، يعني خلال 5 سنوات راح اتوقع راح نشوف هجمات استخدم فيها الذكاء الاصطناعي. يعني دكتور حقيقه يعني اكيد انه استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات راح يعني يزيدها من ناحيه العدد ومن ناحيه انها ادابتف، ما هي طريقه يعني دائما، ما هي فقط انه والله في ارسل ايميل، الإيميل هذا أنسخ لكل الجهات بنفس الشكل، بالتالي تقل الفرصة ويسهل قضية عمل المدافعين. لكن اللي أقدر أقوله في 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 الجانب هذا وما رأيته يعني في الشركات اللي تعامل معها أو اللي عملت فيها سابقاً، هي قضية إنه الشبكة الداخلية أو اللي داخل منظمة هو العك، أوكي؟ فما حد يعرفه زيك. يعني كل ما زاد قضية تأكيدك الأساسية في الأمن السبراني في المنظمة نفسها، مثل معرفة الأسد أو الوصول الموجود عندك، معرفة السوفتوير الموجود عندك، مثل قضية إدارة الصلاحيات والأكسس، أوكي؟ هذه كفيلة بأنه تغلق الكثير من الثغرات. يعني ويمكن قضية الإسيشن كنترولز فور سايبر سكيورتي عن طريق الهيئة الوطنية للأمن السبراني نموذج لهذا. التزام بها يعتبر هو الأساسيات ويحميك بإرادة الله بعد إرادة الله بقدر كبير من الهجمات. نجي بعدها إلى قضية إنه الانتقال للمرحلة اللاحقة في قضية إنه ممكن والله أنت تستخدم الذكاء الاصطناعي في قضية حماية الهجمات. لكن حقيقة يعني اللي نشاهده في معظم الهجمات، وإحنا نتكلم هنا عن عن عن, عن الأغلب، ولا نتكلم عن المهاجمين اللي يعتبرهم تبع جهات دولية يعني حكومية.
معظمهم يبحث عن الحدث الأسهل، إذا وجد أنك صعب ما فيه الكفاية انتقل إلى غيرك. لكن يعني هذا يجعل أنك يعني يجب أن تحمي الأساسيات الموجودة عندك بطريقة يعني ما لا تفكر كثيرا بالمهاجم في المرحلة الحالية، خاصة إذا أنت في الأساسيات. إذا أنت والله شركة مخاطر وجهة مخاطرها عالية، نتكلم عن أكبر البنوك السعودية أو أكبر الشركات النفطية أو أكبر الجهات اللي عندها بيانات حساسة، لمجرد الوصول لهذه البيانات هو شيء غير مقدر بقيمة، أكبر من مقدر بقيمة. أنا أقول لك أنه أنت بيع خاص بالقضية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لأنك تبغى كل سلاح معك ممكن تتأكد من أنه يمنعك من الهجمات يكون موجود. لكن يعني من واقع خبرة الأساسيات هي ما يغفل أو يعني الكثير، وينطلق إلى قضية الأشياء التي تعتبر يعني فانسي ولا تعتبر كلمات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي مثل كذا، جيد له تطبيقاته. لكن للجهات اللي عندها مستوى نضج عالي وغطت الأساسيات وما بعد الأساسيات تنطلق في الذكاء الاصطناعي. أنا بس أعرج على النقطة اللي ذكرها المهندس إبراهيم، إن مثل ما قال إن الآن الأساسيات، الأساس الأول اللي هو المستوى التقني، البنية التحتية التقنية، بعدها بنية البيانات، بعدها بنية الأنظمة الذكية الـ AI. فالمفروض إن الواحد ما يروح لبنية الذكاء الاصطناعي أو الأنظمة الذكية قبل لا يغطي المستويين اللي تحتها يعني، وهي الأساسية. صحيح. طيب يعني احنا طولنا، احنا اخذنا اكثر ممكن زودنا شوي، لكن ما شاء الله يعني الموضوع جدا متشعب، والموضوع جدا يعني فيه تفاصيل جدا كثيره ويطول على قولهم الحديث عنه. لكن اشكركم صراحه يعني على اثراء النقاش هذا، ودي يعني لو في اقل من دقيقه كل ضيف يعني بس يعلق تعليق نهائي قبل ان ننهي اللقاء. أنا بس آخر تعليق عندي، حاجة الأمن السبراني الآن هو ما هي حاجة في المستقبل، حاجة ملحة في المستقبل، هي حاجة ملحة الآن، وتبعاتها من استخدام البيانات وبناء الأنظمة الذكية هي ما تقل أهمية عن الكثير من يعني الحاجات اللي في التحول الرقمي. فهذا مجال خصب ومجال متوسع، وأدعو أي شخص يعني سواء كان ودي يتخصص في السايبر سيكوريتي ولا يتخصص في الاي اي انه يحاول يجمع ما بين الاثنين، لأنها مجالات متشعبة ومجالات شيقة. وأشكر يعني أشكرك دكتور على الاستضافة الجميلة وعلى الحوار القيم يعني والمثري مع المهندس إبراهيم شمراني، وأشكر الغرفة التجارية على تنظيمه، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. بإذن الله. مهندس إبراهيم تفضل. يمكن رسالتين أوجه، الأولى للجهات الأعمال إنه تطبيق الذكاء الاصطناعي يعني يعطي الكثير من الفوائد، لكنه يجب أن يكون إرادة للمنظمة نفسها، ليست جهود فردية تعمل بها إدارات الأمن السبراني وتحاول أثبتتها بدون العمل مع الشركاء في داخل تلك المنظمات. الفائدة كبيرة جدا زي ما ثبتت في عدة تطبيقات للذكاء الاصطناعي، لكن يجب أن تكون إرادة المنظمة، لأنه هي رحلة ستكون فيها خطوات كبيرة وفي النهاية تحصل المنظمة على نتائج. هذه النقطة الأولى للمختصين. النقطة الثانية يمكن للناس المبتدئة في المجال هذا وسمع نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، ممكن الدخول أتوقع للمجال هذا عن أي من طرفين، يعني ممكن تكون تبدأ مسارك في قضية الأمن السبراني تدريجياً يعني تنطلق من هناك إلى قضية بعدين يصير هو مجال يعني آخر لك قضية الذكاء الاصطناعي، أو ممكن تبدأ الذكاء الاصطناعي وتنطلق من المثلون. وحقيقة يعني انتهزها فرصة إلى قضية أنه مثل التقاطعات بين العلوم هذه هي أحيانا ما يعطيك قيمة مضافة في سوق العمل. أوكي، يعني إحنا نتكلم عن تقاطع بين الذكاء الاصطناعي وبين المثلوني، في تقاطعات مثلا بين الامن الالكتروني والجيل الخامس من الاتصالات، في تقاطعات بين الامن السبراني وبين قضيه التقنيه التشغيليه الاوبريشن تكنولوجي، في تقاطعات بينه وبين خدمات سحابيه، في تقاطعات بينه وبين تطوير السوفت وير،
في تقاطعات كثيرة، بل حتى يمكن مو بس التقنية، هو تقاطع مثلا بين الأمن السبراني وبين اقتصاديات الأمن السبراني الجانب المالي، بين الأمن السبراني وبين قضية الموارد البشرية في قضية مثلا التدريب الموظفين وتأهيل ورفع الثقافة حقتهم. هذه ما أنصح فيها كبداية، لكن تبدأ أنت في مجالك تؤسس فيه ويكون عندك أساس جيد فيه، وهناك تنطلق إلى قضية المجالات هذه اللي حتما يحتاجها البلد وعليها طلب كبير في السوق. صحيح صحيح، فعلا تقاطعات بين المجالات هاي تفتح أبواب جديدة. أشكركم والله مرة ثانية يعني على وقتكم وعلى يعني إثرائكم لهالنقاش هذا، يعني دكتور بندر السلمي، المهندس إبراهيم الشمراني، يعني الله يعطيكم ألف ألف عافية، وشكرا لكل من استمع يعني لنا في هاللقاء هذا، وبحول الله وقوته إن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى في لقاءات إن شاء الله تعالى، سواء في الغرفة أو إن شاء الله غرفة الرياض، أو إن شاء الله في فينيوز، أو في نقول في مجالات في 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 أماكن أخرى بحول الله وقوته. شكرا لكم مرة ثانية، الله يعطيكم ألف ألف عافية، الله يعطيكم ألف عافية.